Thank <music> you. Yes. صباح الخير حضرات السادة المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر حلقة الأربع 15 سبتمبر 2021 صباح الخير يا جوانا صباح الخير عليك يا حسام صباح الخير على كل المشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان حلقة جديدة ويوم جديد مع حضراتكم من صباح الخير يا مصر تابعنا كلنا مبارح طبعا حفل إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 وسمعنا حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة أن في جملة قالها سيادته اعتقد انه جزء كبير مننا توقف عندها وهي الشعب هو البطل كلمة دي قالها سيادة الرئيس امبارح زي ما قلت لحضراتكم خلال اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر وفي الواقع كلمة سيادة الرئيس بتعكس حاجات كتير جدا اهمها انه الشعب كان كلمة السر في النجاح اللي حققته مصر في كل المشروعات التنموية اللي بنشوفها دلوقتي لانه ببساطة لولا انه الشعب تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي ما كناش قدرنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي. لولا ايمان المواطن العادي بالاجراءات الاقتصاديه وثقته في قياده بلده المخلصه ما كناش حجم الشغل والتنميه والتطوير اللي بيحصل في كل القطاعات. وعشان كده ثمار الاصلاح بدا يشعر بيها كل مواطن وده كان شعار الاصلاح الاقتصادي الثاني في كل المبادرات والمشروعات القوميه. اجراءات الاصلاحات دي كانت سبب في ان مبادره حياه كريمه توصل لكل قريه في مصر. هي اللي ضاعفت مخصصات التعليم عشر مرات عشان توصل ل 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي هي اللي ضاعفت مخصصات الصحة 19 مرة عشان توصل ل 54 مليار جنيه المواطن فعلا تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وعشان كده من حقه أنه يجني ثمار هذا الإصلاح في كل المجالات التنموية واللي بتكفل حياة كريمة لأسرته وتعليم جيد لأولاده ومشروع ضخم وطموح للتأمين الصحي الشامل اللي بيوفر تغطية طبية على مستوى عالي جدا من الكفاءة الحقيقه استراتيجية الدولة دلوقتي بالفعل تحولت من إطعام الفم أكيد. إلى الاستثمار في أكيد. البشر ودي حاجة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا يا جمانة فكرة التنمية البشرية ايه هي التنمية البشرية أو مؤشرات التنمية البشرية ده تقرير بيطلع من منظمه تابعه للامم المتحده اسمها اليو ان دي بي او منظمه الامم المتحده برنامج الامم المتحده للتنميه بيطلعوا هذا التقرير بشكل نقدر نقول سنوي كان متوقف اه لفتره من الزمن لكنه عاد هذه المره الحديث من اليو ان دي بي داخل مصر او برنامج الامم المتحده للتنميه داخل مصر عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطتين مهمين جدا لان هما بيمس بيمسوا حياه المواطن المصري بشكل مباشر وواضح وصريح وهي التعليم والصحه والمجالين دول كتير مننا بيتكلم فيهم وعن احتياجنا كمصريين للتطوير المستمر فيهم لان التنميه البشريه هي ان انت توفر حياه كريمه للناس وتدي الادوات لهذا الشعب عشان يقدر يوصل للحياه اللي هو بيستهدفها. ده مصطلح التنمية البشرية في العالم كله زي ما منظمة الأمم المتحدة حطاه في الموقع الخاص بها باليون دي بي التقرير بقى اللي طلع اللي احنا بنتكلم عنه التقرير ده تقرير كبير ما هوش صغير يعني تقرير ضخم يعني بيتكلم في ست فصول تقريبا عن الوضع في مصر التنمية بشكل عام في خلال الأعوام الماضية الجدير بالذكر في النقاط المهمة اللي هتكلم مع حضراتكم فيها هي أن مصر دخلت مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة سنة 2019 الكلام اللي جاي ده كله مش كلامي أنا ولا كلام مصر الحكومة المصرية ده كلام اليو ان دي بي أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية التابع للأمم المتحدة اللي حضراتكم تابعته في خلال اليوم الماضي أصداؤه نتكلم على التعليم تحديدا التعليم في مصر وحضراتكم عارفين ان في مصر في منظومه لمحاوله تطوير التعليم او المعرفه بشكل اكبر لانه بتشمل التعليم وامور اخرى لكن لو اتكلمنا على شغل التعليم في مصر فاحنا بنتكلم ان في خلال العام 2019 وكان البيان او التقرير ده عامل مقارنات ما بين 2019 و2010 في خلال عشر سنين ارتفاع معدلات اتاحه التعليم يعني بقى التعليم متاح للناس اكتر القيد في العملية التعليمية إن دخلوا الناس بنسب أكبر مما كانوا بيخشوا في 2010 الانتقال بين المراحل يعني الناس كانت زمان تخش ابتدائي ما تتنقلش إعدادي أو يخش إعدادي ما يتنقلش ثانوي أو ما يخش دبلوم ارتفعت معدلات الانتقال دي نقطة النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا تلاشت الفجوة بين الريف والحضر وبين الذكر والأنثى ما بين الولد والبنت الفجوة ابتدت تقل ما بقاش الذكور بيتعلموا أكتر ولا بقى الناس في المدن بتتع... بتتعلم اكتر من الارياف. كمان انخفضت معدلات التسرب من التعليم ودي نقطه غايه الاهميه، الناس اللي كانوا بيخشوا يتعلموا وما بيكملوش عشان ما فيش فلوس يقدروا يكملوا. في برامج حمايه اجتماعيه بتتعمل دلوقتي عشان الناس تقدر تكمل. النقطه اللي سياده الرئيس اتكلم فيها مرارا وتكرارا وموجوده في هذا التقرير وبتدل ان في ازمه لازم احنا كمصريين ناخد بالنا منها. ان في ارتفاع في كثافه الفصول في العمليه التعليميه في مصر وانخفاض في نسبه المدرس الى الطلبه، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا طلبه كتير دلوقتي بقوا موجودين في العمليه التعليميه فمفروض نخف شويه النسل، نعمل تنظيم للاسره زي ما كان سياده الرئيس بيتكلم ان احنا عشان نقدر نتابع زياده النسل اللي حاصله في مصر محتاجين نبني فصول كتيره جدا، محتاجين يبقى عندنا مدرسين كتير جدا والخلفه الكتير سابقه مجهودات الدوله. فده في امر التعليم النقطه الثانيه في الصحه وهي كان فيها تفاصيل كتير أوي بس لفت نظري كلمه مهمه موجوده في التقرير التقرير الضخم اللي قلت لحضراتكم عليه ست فصول قالوا مبادرات صحيه مبتكره مبادرات صحيه مبتكره كلمه مبتكره دي مش سهله يعني انت ابتكرت شيء جديد هذه المبادرات هو شيء جديد حتى على منظمه الامم المتحده او برنامج الخاص بالتنميه دي نقطه مهمه جدا لان انت مع التطوير في ناس ممكن تكون ما بيطولهاش التطوير في بدايته تاخد في المرحله الثانيه او الثالثه او لحين التطوير الناس كانت بتعاني من مشاكل فبتعمل مبادرات صحيه مبتكره زي مثلا مبادره 100 مليون صحه للكشف عن الامراض غير السرية اللي ابتدات سنه 2018 بتغطي جميع محافظات الجمهوريه تكلفه 7 مليار جنيه مصري وابتدت من اكتوبر 18 لابريل 19 وفحص 47 مليون مواطن مصري من 50 مليون مواطن فوق 18 سنه وتعالج 628 زائد بقى المبادرات بتاعه الامراض غير الساريه زائد فيروس سي زائد المبادرات الخاصه بصحه المراه دي تفاصيل الصحه ده اللي اتكلم عليه هذا التقرير اتكلم طبعا عن نهضه المراه المصريه الحوكمه التعامل مع ازمه الكورونا السكن اللائق الاصلاح الاقتصادي وشبكات الحمايه الاجتماعيه التقرير مهم جدا اللي عايز يعرف الدوله المصريه ماشيه فين في ارقام كتير في تلخيص صغير كده للتقرير بيتكلم في حاجه و70 حاجه و80 صفحه اللي عايز يعرف الحكومه ماشيه فين وايه الازمه اللي محتاجين نحلها وايه الازمات اللي قدرنا نحلها بتهيالي محتاج يقرا التقرير ده لانه تقرير مهم جدا وتعمل بشكل حيادي تماما فخطوة مهمة جدا جدا عودة هذا التقرير وإنجازات موجودة على أرض الواقع وإنجازات بنأملها والأرقام هي اللي بتخليك تقدر تاخد القرار هي كمان يا حسام فكره انه هذا التقرير زي ما قلت بيرصد الانجازات اللي قامت بيها الدوله المصريه بس كمان لا يغفل الظروف طبعاً اللي بتحيط بالدوله عامه مش هنتكلم بس عن جائحه كورونا في ظروف تانيه كتير جدا كانت محيطه وكانت موجوده زي مثلا معدلات البطاله ومع... والاقتصاد بكل بقى الجوانب وكل تفاصيله الحقيقه انه هذا التقرير لو هنتكلم هو بيجسد مفهوم العميق اللي الدوله بتتجه له من مفهومها للعنصر البشري وراس المال البشري زمان كنا بنبص للمواطنين وبنشوف بنشوف اعدادهم بيكون على اساس احتياجاتهم ازاي بس يا دوب ناكل ونوفر فصول تعليم حتى لو كان فيها زحمه وما الى ذلك لكن دلوقتي احنا بنتكلم في اعداد مواطن مصري فعلا يقدر ان هو يكون كادر احنا بنستثمر في البشر دلوقتي ودي استراتيجيه الدوله المصريه ودي استراتيجيه مهمه جدا لانه سابقا كان يعني بتبقى زي ما بيقولوا في استدامه مؤقته وفي استدامه طويله الامد، الاستثمار في البشر هو استدامه طويله الامد هتفضل مكمله كتير وهتكمل لاجيال بعد كده كمان، الحقيقه لازم كلنا نفخر باللي الدوله المصريه قدمته وقامت بيه في الفتره القصيره اللي فاتت وكانت عدت كمان باختبار الهي عدى بيه العالم كله هو اختبار كورونا وقدرت تجتاز هذا الاختبار الحقيقه بجداره وده مش بشهادتنا احنا بالعكس ده بكل الشهادات الدوليه حقيقه بتتكلم عن التجربه المصريه في كل القطاعات والمجالات افرحوا وافتخروا ومصريتكم وارفعوا راسكم فوق صباح الخير على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر خلونا نصبح على ليندا، ليندا صباح الخير عليكي واخبار الجو ايه؟ صباح الخير جمانة صباح الخير حسام، الحقيقه جمانة في النهارده تحسن في الاحوال الجويه بنسب بتتراوح من درجتين لاربع درجات، الحمد لله الحمد لله، جميل الكلام التفاصيل بقى تعالوا نشوف التفاصيل، صباح الخير عليكم مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس، النهارده في تحسن في الاحوال الجويه على الانحاء كافه والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية في كمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 واقل درجه حراره في الاسكندريه 28 هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر وهنبتدي جولتنا من القاهرة واللي بتشهد كثافات مرورية بسيطة مع بدء ساعات الذروة الصباحية وتحديدا القادم لمنطقة وسط البلد من شرق القاهرة وكمان القادم من طريق المحور في اتجاه ميدان لبنان أما من منطقة عبد المنعم رياض لما نمشي معاكم في اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقة الإسعاف ورمسيس بتشهد سيولة مرورية واللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة وكمان شارع بورسعيد لحد الزاوية الحمراء وكبري السواح المنطقة دي بتشهد سيولة مرورية أما المكمل لمدينة نصر وبياخد محور الفنجري في كمان سيولة مرورية والطريق الدائري من نفق السلام لأكتوبر في كمان سيولة مرورية عدا بعض المناطق زي نزلة اليوب ومؤسسة الزكاة ونزلت الخصوص بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الطريق الدائري أما اللي قادم من شبرا بنها وهيروح مصر الجديدة أو مدينة نصر يقدر ياخد طريق محور الفريق العصار واللي بيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند كبري الحلمية هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وكورنيش البحر المتوسط وزي ما احنا شايفين المنطقة المحيطة بكوبري استانلي فيها سيولة مرورية ومنطقة الكورنيش بشكل عام فيها كمان سيولة مرورية عند مكتبة الإسكندرية هناك برضو في سيولة مرورية وبتفضل السيولة لحد قلعة قايد باي أما اللي قادم من المعمورة في اتجاه الكورنيش في كمان سيولة مرورية في الاتجاهين شارع اسماعيل صبري المتقاطع مع طريق 26 يوليو حركه المرور عادت لطبيعتها بعد ما قدر حي الجمرك في اصلاح ورصف الهبوط الارضي البسيط اللي حصل امبارح واعاده الطريق لطبيعته. خلونا نروح لمحافظه دمياط وهنبتدي فيها من طريق دمياط كفر البطيخ واللي بيشهد دلوقتي سيوله مروريه. هنرجع عند طريق دمياط راس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش واللي بيشهد سيوله نسبيه هنروح للكورنيش واللي هنبتدي فيه من عزبه الخياطه لحد ما نوصل مبنى المحافظه ومحكمه دمياط القديمه واللي بيشهد دلوقتي سيوله مروريه نتيجه خطه تعديل مسار السيرفيس ونقل سيارات الاجره الي الموقف الجديد. اما الطريق الساحلي الدولي في بعض الكثافات قبل دمياط الجديده وهنكمل جولتنا المروريه وهنروح لمدينه اسوان وهنتابع الحاله المروريه هناك وهنبتدي من ميدان السادات وتحديدا من كاتدرائيه رئيس الملائكه ميخائيل ومنها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيوله مروريه وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافه مروريه عند منطقه الفنادق بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يبتدوا فقرات صباح خير يا مصر إليكم يا ليندا شكرا جزيلا هرجع لك طبعا أكثر من مرة تاني خلال الحلقة شكرا لك شكرا جزيلا يا طيب زي ما تعودنا النهارده وزي كل يوم بيبقى معانا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم بنبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح بعدها الاخبار المنتظر حدوثها اليوم من اهم اخبار الامس الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله عقيله صالح والمشير خليفه حفتر واكد مواصله مصر جهودها للتنسيق مع جميع الاشقاء الليبيين كمان تلقى سيادته امبارح اتصال هاتفي من رئيس الكونغو الديمقراطيه لبحث التعاون الثنائي والقضايا الافريقيه وتسلم الرئيس كمان تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 وكان ليه تصريح من ضمن تصريحات كثيرة حضراتكم سمعتوها أن التقرير شهادة نجاح للشعب المصري وحربنا ضد الإرهاب في مصر لم توقف عجلة التنمية كمان رئيس الوزراء أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ملحمة كبيرة أشاد بها العالم ووزيرة التخطيط قالت أن حياة كريمة من أكبر المبادرات ولا مستحيل مع إرادة شعب أيضا ممثل يونيساف قال أن التكافل وكرامة أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة ده غير أن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة بأفريقيا وأيضا تابع أنشطة وزارة الثقافة في قرى مبادرة حياة كريمة وأخبار تانية كتير لكن البداية مع حسام اول اخبارنا النهارده مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل السيد عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه المصريه. السيد الرئيس قال ان مصر بتواصل جهودها للتنسيق مع كل الاشقاء الليبيين خلال الفتره المقبله بما يسهم في ضمان وحده وتماسك المؤسسات الوطنيه الليبيه واخراج كل القوات الاجنبيه والمرتزقه من الاراضي الليبيه الشقيقه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان اللقاء تناول التباحث حول اخر التطورات على الساحه الليبيه في ضوء خصوصيه العلاقات المتميزه التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق والسياسه المصريه الراسخه باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والامني جزءا من استقرار مصر وقد رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مثمنا سيادته حرصهم الدائم على انفاذ ارادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية وذلك بهدف استعادة الامن والاستقرار في ليبيا الى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية كما اكد السيد الرئيس مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الاشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا الى اجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهايه العام الجاري فضلا عن منع التدخلات الخارجيه التي تهدف بالاساس الى تنفيذ اجنداتها الخاصه على حساب الشعب الليبي وكذا اخراج كافه القوات الاجنبيه والمرتزقه من الاراضي الليبيه من جانبهما اعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد وجهودها الحثيثه والصادقه في دعم ومسانده اشقائها في ليبيا منذ اندلاع الازمه وحتى الان في اطار العلاقات الممتده والاخويه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن عميق تقديرهما للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب اشقائهم الليبيين في اداره المرحله الانتقاليه ومساندتهم في المسؤوليه التاريخيه الملقاة على عاتقهم خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية الى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد كما أكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاطلاع بمسؤولياتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على. كافة المستويات لسه مستمرين مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلقيه أمس الاتصال هاتفي من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية تم التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي أيضا التطورات المتعلقة بالقضايا الأفريقية أشاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنقلة النوعية التي بتشهدها مجالات التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية ايضا تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس تقرير التنميه البشريه لمصر عام 2021 من الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والدكتوره رندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر التقرير ده بيعكس جهود التنميه الشامله اللي مصر بتقوم بيها في جميع نواحي الحياه وبيقدم بيانات دقيقه ومفصله لكل عمليات التنميه في مصر فخامة الرئيس شكرا جزيلا على وجودك على اهتمامك بهالمواضيع وعلى عملك الجبار نحن اليوم فخورين بأنه مصر أعادة إطلاق هذا التقرير هذه شهادة صحة جيدة ومستقبل مزدهر إن شاء الله دكتوره رندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر بعد ما شكرت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت له انا امي جت من لبنان خصيصا عشان تحضر هذا الاطلاق وهي عندها امنيه انها تتصور معك اذا امكن واذا ممكن انا استاذن منك مصر ام الدنيا وانا امي اجت من لبنان خصيصا لحتى تحضر هذا الاطلاق وهي عندها أمنية أنه تتصور معك إذا ممكن شكرا شرف كبير شرف لي فرحانه كثير وانا فرحان جدا ان حضرتك موجوده في مصر انا بيصرني اقدم تقديري لجهودك الجباره آه. اتفضل إيه سوري 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 انا يسعدني انه اقدم تقدم بتقديري لجهودك الجباره بالاصلاح والتنميه والاستثمار يعني انا بشوف بمصر شيء مذهل للغايه وشرف كبير اني كون معكم اليوم، وهنيئا لمصر. هنيئا لك، وهنيئا لشعب مصر العظيم. شكري. ولتكون قدوة لرؤسائنا في العالم العربي، هل بتمنى من ربي. لأن نحن بحاجة فهنيئا لك، وأشكرك. شكراً لك واشكرك شكرا رئيس كمان امبارح خلال حلقة نقاشية حول تقرير التنمية البشرية كان ليه كلمة أكد فيها أن التقرير بيعتبر شهادة نجاح للشعب المصري لأن المصريين تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي واللي كان عبء ضاغط على المجتمع ككل الشهادة بتاعت التقرير مش لينا احنا الحكومة ولا للدولة الشهادة دي للمصريين للشعب المصري اللي هو اللي أنا دايما أقول إنه هو البطل الحقيقي، لأن إحنا ممكن قوي كنا نعمل خطة إصلاح اقتصادي، لكن تمرير الخطة وقبولها من جانب الرأي العام في مصر، هو اللي نجحنا. لما تحملوا المصريين، وأنا بقول في المناسبات اللي زي كده، بحط يعني ما القرار ده كل الناس تعرفه. وبالمناسبة كل الدول لديها يعني مفكريها وباحثيها والمتخصصين اللي ممكن يطرحوا المسارات المختلفه لكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب الناس وقبولهم ليه وبالتالي لما عملنا الاصلاح الاقتصادي كمسار اخر محتاجين نتحرك فيه نتيجه التحديات اللي بتمر في مصر كان الشعب المصري اللي انا من هنا بقول له شوف النهارده التقرير ده شهاده لك شهاده لك انت شهاده الدوله المصريه دي شهاده للشعب المصري الشهادة شهاده لينا لان احنا كنا بنتحرك بس كنا بنقول القرار وبنجري على تنفيذه لكن هم اللي كانوا بيتحملوا كتير من التبعات حتى لو عملنا اجراءات حمائيه حمايه اجتماعيه لتخفيف من اثاره لكن في النهايه مجمل التحديات اللي كانت موجوده للدوله المصريه وما زالت اللي هي بتمثل عبء ضاغط على المجتمع المصري كله باختلاف مستوياته فانا بس بقول ان التقرير ده بهني بشكركم اولا مره تانية لكن بهني المصريين على ان هم قدروا بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم من خلال تضحياتهم وصبرهم وتحملهم وعملهم ايضا في أن يطلع هذا التقرير بالشكل ده. ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه قال أن مصر بتستضيف من خمسة الى ستة مليون ضيف بيعيشوا في وسطنا مش في معسكرات لاجئين ولما نضيف ال 6 مليون لدوله فيها اكثر من مئة مليون مواطن يبقى ده حجم سكان بيعادل دولتين ثلاثه ليهم انفاقهم العام وخدمتهم ومتطلباتهم ودي قضيه مهمه لازم نضعها في الاعتبار. وبرام كلمنا في التقرير وقلنا ان احنا محتاجين نحط في الدباجة بتاعته الظروف المحيطة بما فيها الارهاب وبما فيها الاقليم وتحدياته وايضا الهجرة غير الشرعية او الهجرة اللي موجودة عندنا في مصر احنا عندنا ملايين كتيرة تعدت الخمسة مليون انسان وانسانة موجودين في بلدنا مصر انتوا ما بتشوفوهمش في المعسكرات خالص ما عندناش معسكرات في مصر اللاجئين احنا عندنا مواطنين ضيوف عندنا في مصر بيعيشوا وسطينا اللي بنقدر نقدمه لمواطنينا بنقدم لهم بنقدمه لهم فانا برضه عايز اقول حطوا ده في الاعتبار لما يكون خمسة ستة مليون في دولة فيها أكثر من مئة مليون محتاجين إن إحنا يتقدم لهم الخدمات ويتقدم لهم الأمور الحياتية اللي بتقدم خمسة مليون ده أو ستة مليون عشان اكون محدد يعني محدد ده ممكن يكون دولتين ثلاثه يعني حجم دولتين ثلاثه ليهم وزنتهم وليهم يعني انفاقهم العام وكده فده ايضا نحطه في الاعتبار بقول حطه في الاعتبار ليه حتى عندما يقرا هذا التقرير مش دلوقتي كمان سنين طويله قادمه الديباجه اللي بنحطها في التقرير تبقى عباره عن رصد للحاله اللي مرت بمصر وازاي المصريين بفضل الله سبحانه وتعالى قدروا ان هم يتجاوزوها بالتحديات اللي وارده في الدباجه بالاضافه طبعا لبقيه الامور الاخرى. مهم قوي ان انا اقول لكم ان ان الحمايه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم فيها لتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادي وايضا من من مسار حاله الفقر اللي تم تناولها في التقرير. وتطرق ايضا السيد الرئيس في كلمته بالامس الى مبادره حياه كريمه وقال انه بيتمنى ان تقاليد التنميه البشريه القادم يسجل الانجاز اللي حصل في مبادره حياه كريمه واللي تم رصد ليه اكثر من 700 مليار جنيه مصري وقال ان مصر مصره على انجاز المبادره في فتره الثلاث سنين. الخطه اللي موجوده بتاعه حياه كريمه اللي مرصود لها 600 700 أو يزيد المفروض ده الموازنات الاستثمارية للوزارات الدكتور مصطفى لمدة عشر سنين يعني الكلام ده كان ممكن يبقى الانفاق ده يتم تحقيقه خلال عشر سنوات قادمة عشان يحقق مراده احنا مصرين ان احنا نحققه خلال الثلاث سنين دول اعتبارا من نص السنة دي والمدة الثلاث سنين ينفق ال 600 700 مليار دول. بالمناسبه المسار هنا شامل. المواجهه هنا مش المواجهه هنا حاسمه قوي. وخليني اقول لكم انتوا اتكلمتوا عن البيئه، وكلمتوا عن التعليم، وكلمتوا عن الفقر، وكلمتوا عن التشغيل، وكلمتوا عن الوعي، وامور كثيره جدا بنود التقرير لازم تحتويها وترصدها وتطلع بياناتها. أيضا سيادة الرئيس تطرق للتطوير اللي حصل في منطقة المنزلة وقال بحيرة 250 ألف فدان كانت ممكن تعتبر منطقة غير صالحة ما تصورش أنه في حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي من 500 ل 600 سنة فاتت زي اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني ما عرفش ده متاح ولا لا أن احنا كحكومة ننظم رحلات لمنطقة زي منطقة المنزلة على سبيل المثال بحيرة مساحتها 250 ألف فدان كان ممكن تعتبر منطقة غير صالحة أنا عايز أخواتكم وتروحوا تشوفوا ال وخمسين ألف فدان اللي ما أتصورش إن في حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي وإعادة الحياة عليها ليمكن ل 500 600 سنة فاتت قد اللي إحنا بنعمله ده دي مش دي بس وبحيرة التمساح وكينج مريوط بنرجعها مش زي ما كانت. لأ احنا بنعمل حاجة أنا بقولها للمصريين غير مسبوقة في تاريخ مصر. غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة. فكل الكلام دوت هو عبارة عن زي ما قلت كده هي خطه كان فلسفتها مواجهه شامله لكل القطاعات بمعدلات عمل غير مسبوقه غير مسبوقه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القى كلمه امبارح خلال فعاليه اطلاق تقرير التنميه البشريه وقال ان الدوله قدرت تتجاوز العديد من التحديات الكبيره واصبحت اكثر انفتاحا على المؤسسات الدوليه قال كمان إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق إنجازات مميزة وكان ملحمة كبيرة أشاد بها العالم والمؤسسات الدولية الحمد لله هذا البرنامج كما شهد به العالم الحقيقة حقق أرقام كبيرة جدا وإنجازات كبيرة جدا ودي يمكن كانت أرقامنا قبل يعني ظهور جائحة كورونا وقد إيه الدولة المصرية في فترة زمنية قصيرة جدا نجحت في تحسين مستوى معدل البطاله والتضخم وزياده معدل أو الناتج المحلي الاجمالي وقيمه الاحتياطات الدوليه وعجز الموازنه، الحقيقه كان الحمد لله ملحمه كبيره شهدتها مصر واشاد بها العالم كله وكل المؤسسات الدوليه. ولكن في نفس الوقت ونحن, ونحن نعلم مدى قسوه هذا البرنامج، كانت الدوله حريصه بالتوازي على تبني مجموعه من البرامج والمبادرات الاجتماعيه لان احنا نعي ان تاثير برنامج الاصلاح الاقتصادي على بعض الفئات هيبقى شديد فكان هناك تبني لمجموعه من البرامج الاجتماعيه اللي اتعملت بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي منها مبادرات الدعم النقدي المباشر زي موضوع تكافل وكرامه اللي بداناه بمجرد 6 مليون مواطن والنهارده بقينا تجاوزنا ال 14.5 مليون مواطن بيستفيدوا من هذا البرنامج اللي هم التلاتة من 3.8 مليون اسره مصريه. ده بالاضافه الى برامج كثيره جدا في الدعم اللي الدوله قدمتها وايضا في برامج الحمايه الاجتماعيه والصحيه المتنوعه. ولكن لأننا نعي تماما أن يعني هذا الجهد الكبير والمسار اللي كانت ماشية فيه الدولة كنا منطلقين به بقوة ولكن لما جاءت الحقيقة جائحة كورونا أثبتت كل المبادرات اللي قامت بها الدولة المصرية والإصلاح الاقتصادي أن مصر قادرة على الصمود ويمكن يمكن زي ما ذكر قدام حضراتكم مصر كانت من الدول القليلة جدا اللي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي واللي يمكن آخر عام مالي اللي انتهى في 30 6 21 نسبة النمو الاقتصاد المصري 3.3 من عشرة بإجمالي ناتج محلي تجاوز ال 408 مليار دولار أمريكي كمان دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط كان ليها كلمة مهمة وقالت فيها أن حياة كريمة من أكبر المبادرات اللي بتسعى لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل قالت كمان لدينا إيمان راسخ بأن الإنجازات العظيمة كانت مستحيلة لكن لا مستحيل مع إرادة شعب صنع حضارة عظيمة. تسعى الدولة لحشد كل الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات. وجاءت المبادرة الرئاسية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري، مبادرة حياة كريمة. التي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف وهي تجربة تنموية مصرية خالصة تعد أكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء في حجم مخصصاتها المالية أو في حجم المستفيدين منها ممثل منظمة اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز قال إن المنظمة بتقدر الجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية من أجل الحماية الاجتماعية وصف برنامج تكافل وكرامة بأنه أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة إطلاق وتوسع برنامج تكافل وك... كرامة والذي اتسم على سنوات ماضية بقدر كبير من الفعالية والكفاءة وهو أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة وبدء تنفيذ منظومة التأمين الاجتماعي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية وإطلاق مبادرات جديدة مثل مبادرة فرصة وهي أدلة واضحة على جود التي تذبل الحكومة تبذلها الحكومه المصريه لتقدم العشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الى دعم شامل ويسر الامم المتحده ان تقوم بدور داعم لهذه المبادرات الحكوميه ونحن ملتزمون بمواصله دعمنا للحمايه الاجتماعيه الشامله في المستقبل ايضا مدير مكتب الامم المتحده عادل عبد اللطيف قال ان تقرير التنميه البشريه قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين ولا يمثل رأي الحكومة المصرية أو رأي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال كمان أنه أهم ما يميز هذا التقرير هو إصداره بعد عشر سنين وبيضع مصر في المرتبة الأولى عالميا بأنها الدولة الوحيدة من الدول النامية اللي أصدرت هذا العدد من التقارير منذ عام 1994 في البداية أود أن أعبر عن امتناني وسعادتي لدعوتي للمساهمة إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والمشاركة في إطلاقه ومناقشته. وأود أن أذكر كما سلف ذكر أن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة وهو بذلك لا يمثل رأي الحكومة المصرية أو رأي برنامج الأمم المتحدة الانمائي إنما هو رأي مجموعة كما ذكرت مستقلة محايدة تسعى الى تقديم المعرفه والخبره لطرح القضايا الاساسيه التي تهم المواطن المصري كما سلف الذكر ان هذا التقرير يصدر بعد عشر سنوات ولكن اود ان اذكر انه الدور الاساسي لتقارير التنميه البشريه والتي ينصح ان تكون دوريه لتسهيل القياس على الاقل كل سنتين انه يساهم في طرح القضايا التي تهم المجتمع باسره بالاستناد الى دراسات وابحاث دقيقه ورصينه مدعمه بالبيانات والقياس الدوري يسمح بمراجعه الحجم الانجاز وتحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على المسار التنموي ومما لا شك فيه ان وجود مثل هذا التقرير يوفر ارضيه لتشكيل رؤيه مجتمعيه مشتركه لو تطرقت الى ما يميز هذا التقرير وكما سبق ذكر ان هذا التقرير يصدر بعد عشر سنوات وهو الاصدار الثاني والثاني عشر وهو في الواقع لا يضع مصر فقط في المرتبة الأولى عربيا ولكنها يضع مصر في المرتبة الأولى عالميا من مصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التي قامت بإصدار هذا العدد من التقارير منذ عام 1994 وهو أيضا التقرير الذي للمرة الأولى يشارك فيها السيد رئيس الجمهوريه في حفل اطلاقه وهو مؤشر هام على مدى التزام القياده السياسيه بقضيه التنميه ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن ايضا في بعدها الحقوقي والانساني ويضيف التقرير الى التقارير السابقه انه اول مره يتعامل مع مجمل القضايا التنميه في مصر وخلال إطلاق تقرير التنمية البشرية قال أريك أشلن مدير منظمة العمل الدولية في مصر أن مصر استطاعت أنها تحقق نتائج وأرقام اقتصادية جيدة رغم جائحة كورونا وأن السياسات اللي تم اتباعها في مصر أدت لخلق فرص عمل للشباب نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحقيق نتائج وأرقام جيدة وذلك بعد جائحة كورونا وبالطبع زميلي قبلي قد ذكر أن هناك فرص ع... تم توليد فرص عمل كبيرة وجديدة وأعتقد أن السياسات التي تم اتباعها في مصر هي سياسات ناجعة وحققت الكثير من الأهداف فيما يتعلق بمجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسياسات أيضا التي راعت في مضمونها الإصلاحات ال... الاقتصادية الجادة والتي أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري وذلك نظرا لتوجيهات فخامة الرئيس وقيادته ولكن ما زال هناك الكثير من التحديات التحديات التي يتعين علينا مواجهتها وأن ننظر إلى فرص التوظيف من خلال منظور إيجابي. وايضا ان نعمل على ايضا اتاحه فرص العمل للشباب في وقت الازمات لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح وامبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مشروع المزارع المصريه النموذجيه المشتركه في افريقيا والخطط المستقبليه للتوسع في انشائها وقال دكتور مصطفى مدبولي ان المشروع ده بيعتبر واحد من المشروعات التنمويه المهمه تفعيل العلاقات مع دول القاره الافريقيه، وأن الدول حريصه على نشر منظومه هذه المزارع بالدول والتجمعات الافريقيه. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع امبارح انشطه وزاره الثقافه في القرى المستهدفه ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. وقال رئيس الوزراء ان وزاره الثقافه عليها دور كبير في التوعيه والمساهمه في بناء عقول الاجيال القادمه وقال كمان ان بناء الانسان لا يقل اهميه عن ارتفاع البنيان وده الاساس اللي بتعمل عليه الدوله المصريه. نخرج لفصل قصير حضرات الساده المشاهدين ونرجع نكمل معاكم صباح الخير يا مصر. بحضراتكم مرة تانية دلوقتي هنروح لليندا عشان تطلعنا على حالة الطقس بالتفصيل ليندا الطقس حر بشكل عام الصبح يا ولكنه أفضل من الأيام اللي فاتت فعشان كده النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة قلت لنا خبر لطيف من شوية آه. ولكنه حر بشكل عام بس أفضل من الأيام اللي فاتت يعني هنخفض التلات أربع درجات اللي اتكلمنا عليهم من حوالي ساعة إلا ربع طبعا لسه موجودين بس الجو حر برضه تمام <applause> أوكي تعالوا نشوف التفاصيل هيئة الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد وهيكون مائل الحراره رطب على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد لكن بالليل الطقس هيكون معتدل رطب على القاهره الكبرى وباقي الانحاء وكان في النهارده شبوره على بعض الطرق المؤديه للقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه في كمان نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربيه وشمال الصعيد على فترات متقطعه خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره وهنبتديها كالعاده من محافظه القاهره بتسجل العظمى في القاهره 31 والصغرى بتسجل 22 الاسكندريه العظمى 28 والصغرى 23 مرسى مطروح العظمى فيها كمان 28 والصغرى بتسجل 22 سيوه العظمى 31 والصغرى 22 بورسعيد العظمى 30 والصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 28 الغرداء العظمى 37 والصغرى 27 الفيوم العظمى 33 والصغرى 24 بني سويف العظمى فيها كمان 33 والصغرى بتسجل 23 المنيا العظمى فيها برضو 33 والصغرى بتسجل 24 هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 33 والصغرى بتسجل 23 سوهاج العظمى 36 والصغرى 24 قنا العظمى 37 والصغرى 24 الأقصر العظمى فيها 38 والصغرى 25 أسوان بتسجل النهاردة أعلى عظمى وهي 39 الصغرى في أسوان بتسجل 25 الوادي الجديد العظمى 37 والصغرى 25 شلاتين العظمى 38 والصغرى 29 وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 34 والصغرى بتسجل 28 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا دلوقتي هنرجع لجمانة وحسام عشان يكملوا بقية فقرة صباح الخير يا مصر إليكم نشكرك يا شكرا جزيلا <applause> النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عزة العليلي اللي قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار 60 سنة بدأ أدواره بدور صغير في فيلم رسالة من امرأة مجهولة سنة 62 وآخر أفلامه كان تراب الماس سنة 2018 مرورا بعدد كبير جدا من الأفلام يمكن في رأي المتواضع يعني أهم الأفلام اللي عملها كانت طريق إلى إيلات المواطن المصري والأرض طبعا رائعة العظيم يوسف شاهين خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لتقرير مهم جدا عن الذهب الأبيض منظومة تداول القطن الجديدة الحقيقة قدرت أنها تستعيد تاني ثقة المزارعين في زراعة القطن خاصة أنها بتوفر سعر عادل للمحصول وبتساعد في عملية التوريد فبالتالي بتحفز المزارعين هم يوردوا محصول القطن للدولة نجحت الحكومه في اعاده ثقه الفلاح المصري في زراعه القطن مره اخرى بعدما تراجعت المساحه المزروعه خلال السنوات الماضيه هذا النجاح تكلل الموسم الجاري من خلال ارتفاع سعر القطن، حيث انه لاول مرة يصل سعر قنطار القطن في وجه قبلي أكثر من 3800 جنيه مقارنة بأكثر من 4000 جنيه لقطن وجه بحري، وذلك عبر تعميم الآلية الجديدة لتسويق القطن في جميع المحافظات. سعر قطن الموسم الحالي اكثر من ضعف سعره الموسم الماضي مما يعد نقله هامه للفلاح ويفتح الباب لزراعه حوالي نصف مليون فدان في الموسم المقبل مقارنه بنحو 240 الف فدان حاليا وكذلك نظرا للعائد الكبير وارتفاع انتاجيه الفدان ما بين 10 قناطير الى 12 قنطارا مقارنه بمتوسط ثمانية قناطير الموسم الماضي وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت زراعات القطن المصري طويل التيلة الموسم الجاري ل 236.7 ألف فدان بزيادة بلغت نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم الماضي وأشارت البيانات أنه تم زراعة القطن في 17 محافظة وتصدرت كفر الشيخ المحافظات الأكثر إنتاجاً للقطن تأكيد من أهم السلع الزراعية في تاريخ مصر من أيام الفراعنة يعني القطن طويل التيلة وحضراتكم لو ليكوا حد ساكن في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه وشوفوا الحاجه الملايات يا سيدي اللي احنا كنا بنشتريها من العمريه وغزل المحله الملايه اللي موجوده بره مصر اللي مكتوب عليها ميد باي ايجيبشن قطن مصنوعه بقطن مصري شوفوا بتتباع كام برا مصر. المهم ان احنا نرجع تاني نزرع القطن طويل التيله ويبقى عندنا القدره ان احنا نصنعه مش نصدره. على اي حال الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة موجز إخباري جديد مع ليندا عبد اللطيف إليك ليندا شكرا حسام الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم <applause> أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنقلة النوعية التي تشهدها حاليا مجالات التعاون الثنائي بين مصر والكونغو الديمقراطية سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس فيليكس تشاسيكاري رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أضاف الرئيس السيسي أن هذا التنسيق انعكس على التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات المتعلقة بأبرز القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه اكد رئيس تشاسي كاري حرص بلاده على مواصله تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصاديه مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات السياسيه اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصله مصر جهودها للتنسيق مع كافه الاشقاء الليبيين خلال الفتره المقبله بما يساهم في ضمان وحده وتماسك المؤسسات الوطنيه الليبيه جاء ذلك خلال استقباله كل من عاقله صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية كما رحب رئيس السيسي بالقادة الليبيين مثمنا حرصهم الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنية ومن جانبهما اكد القائدان الليبيان اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لاداره المرحله الانتقاليه الليبيه خاصه ما يتعلق بضروره ضمان عقد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه قبل نهايه العام الجاري اكد الرئيس السيسي ان تقرير الامم المتحده للتنميه البشريه في مصر يعد شهاده للشعب المصري وليس للدوله فقط كونه يتسم بالشفافيه ويرصد المستوى الذي وصلت اليه التنميه في مصر وخلال اطلاق تقرير الامم المتحده لتنميه البشريه في مصر للعام الحالي شدد الرئيس السيسي على ان الشعب المصري هو البطل الحقيقي لتحمله الكثير من التبعات الناجمه عن الاصلاحات الاقتصاديه التي نفذتها الدوله كما اكد الرئيس السيسي ان الدوله تبنت مسارين متوازيين خلال الفتره الماضيه هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل يستهدف كافة القطاعات صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أرسل برقية عزاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته داعين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمتي ومغفرتي وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان ينطلق اليوم ملتقى بناة مصر في دورته السادسة تحت عنوان التجربة المصرية ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا وينعقد المؤتمر بحضور وزاري موسع وممثلين لخمس وعشرين دولة إفريقية وعربية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ثلاثمائة قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري ويستعرض المنطقة جهود تنمية عمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء الجمهوريه الجديده. أعلنت وزارة الصحة خروج 325 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة وعشر حالات وفاة اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الدور الذي تقوم به الجامعه العربيه في تقريب وجهات النظر وتقليل التوترات وفي تعزيز الحضور العربي في العراق وخلال استقباله الامين العام للجامعه العربيه احمد ابو الغيط لبحث تطورات القضيه الفلسطينيه ودور الجامعه العربيه في تعزيز المسار الايجابي ضمن هذه الملفات اكد القادم ان العراق سائر في علاقاته الخارجيه على نهج تغليب الحوار محل القطيعه والتصادم ومن جانبه اشاد ابو الغيط بعوده العراق للاطلاع بدوره الاقليمي والعربي مؤكدا أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية نهاية موجز الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره تانية رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر المستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا. بعد شويه هتنطلق فعاليات مؤتمر بنات مصر اللي بيشارك فيه ممثلين لخمسة 25 دوله افريقيه وعربيه. خلينا نروح لزميلنا كريم بابرز اللي هيكون معانا على الهواء مباشره وهينقل لنا كمان الصوره من هناك قبل بدء الفعاليات، فعاليات طبعا مؤتمر بنات مصر. كريم صباح الخير عليك وقول لنا بقى ايه الاخبار عندك صباح الخير وصباح الخير على كل المصريين فعلا زي ما قلت احنا موجودين في مؤتمر بنات مصر يمكن ده في نسخته السادة على التوالي بنتكلم على حضور افريقي وعربي اكتر من 25 دولة هيكونوا حاضرين عن طريق ممثلينهم المختلفة سواء كانوا بقى وزراء افارقة هيكونوا موجودين سواء كانوا ممثلين عن الشركات المختلفة الافريقية والعربية اللي هيكونوا موجودين في مؤتمر بنات مصر مؤتمر بنات مصر هو اللي بيهدف في الحقيقة لتجربة مصرية يمكن عنوانه يعني النهارده هو تجربه مصريه ورؤيه لامكانيه التعمير في الدول العربيه والافريقيه كمان تواجد النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي هيفتتح النهاردة المؤتمر بكلمة خاصة وتشيد بالتجربة المصرية لإنشاء المدن الجديدة خلال الفترة اللي فاتت ويمكن إحنا كلنا حضرنا خلال الفترة اللي فاتت المدن الجديدة اللي تم إنشاءها اللي وصلت تقريبا لما يقرب من 25 مدينة مصرية جديدة ومنها كمان المدن اللي على الطراز الذكي زي ما بيقولوا نتكلم على مثلا المنصورة الجديدة نتكلم على الجديدة بنتكلم على دمياط بنتكلم اسيوط العديد من المدن اللي بالفعل هيكون هيتم طرح هذه التجارب المختلفه النهارده في المؤتمر للدول الافريقيه والعربيه لتبادل الخبرات والاستفاده من الخبرات اللي حصلت خلال التطوير الخاص بالمدن الذكيه الجديده اللي تم انشائها، كمان بنتكلم النهارده على مؤتمر زي ما قلنا هو افريقي عربي متكامل وكمان بنتكلم على شركات المقاولات المختلفه اللي هتكون متواجده والشركات دي اللي هتشارك وهتتكلم عن الفرص المختلفه في تعمير اعاده تعمير العراق، اعاده تعمير ليبيا، اعاده اعمار قطاع غزه، اذا هو مؤتمر شامل متكامل عن البنيه التحتيه كمان، احنا بنتكلم على بنيه تحتيه وكمان البنيه التحتيه بعد استثمار بعد الاستثمار فيها وتطويرها دي هيكون ليها ربط كبير جدا بتطوير الاقتصاد بشكل عام وخصوصا ان مصر في ان الدول الناشئه جديدا والنمو الاقتصادي دور الناشئه اقتصاديا جديده في المنطقه وهي الاعلى نموا يمكن في المنطقه في 2021 حسب احصائيات بنك التنميه بنك التنميه الافريقي بنتكلم على احصائيات الحقيقه قويه جدا للمدن المصريه والانشاء، بنتكلم على شركات مقاولات هيكون ليها مشاركه كبيره جدا هيكون ليها فرصه لعرض تجاربها المختلفه للدول الافريقيه والعربيه وبالتالي ده هيدو... هي... هيساعد على جلب الاستثمار بشكل عام للدول العربيه والافريقيه وخصوص وخصيصا مصر بالطبع علشان هيساعد على دعم الاقتصاد المصري لانه جانب العقارات وجانب البناء والبنيه التحتيه اللي مصر اشتغلت عليها الفتره اللي فاتت، هو جانب مهم جدا في دعم الاقتصاد المصري وهنكون متابعين على مدار اليوم بالطبع خلال الساعه التاسعة صباحا هتبتدي بالفعل الجلسات وهتوصل ب... هتبدا بكلمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهينتهي اليوم في تقريبا الساعه الرابعه من عصر اليوم. شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات بالطبع مؤتمر مهم جداً مؤتمر بنات مصر زي ما وضحت لنا وأكيد هنتابع كمان معاك فعاليات هذا المؤتمر نشكرك يا كريم شكراً جزيلاً نروح إلى موضوع آخر وهو يعني لا يقل أهمية عن أي من الملفات اللي بتعمل فيها الدولة في الفترة الأخيرة ملف الآثار وما يترتب عليه من زيادة تدفق السياحة مصر في اثار كتير جدا جدا في مقابر كتير جدا في اهرامات كتير جدا يعني الغير المصريين اللي مش عارفين ان احنا عندنا غير الثلاث اهرامات مثلا لا احنا عندنا اهرامات كتيره جدا منها مثلا هرم سقاره مدرج او هرم زوسر هناك في مقبره داخل الهرم خاصه بالملك زوسر المقبره الملكيه وفي المنطقه الجنوبيه من الهرم هناك مقبره اخرى اغلقت من 15 سنه لترميمها اول مبارح تم افتتاح هذه المقبره مره اخرى وامبارح كان اول يوم لافتتاح المقبره الجنوبيه للملك زوسر للزيارات الخاصة بالسياح وتقدروا حضراتكم تروحوا تزوروا في تذاكر على الباب وتروحوا تزوروا هذه المقبرة والمنطقة الخاصة بالأثار والحفائر في منطقة سقارة مبارح كان زميلنا العزيز رامي محمد موجود مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تابع معاه هذه الافتتاح وهذه المقبره المقبره الجنوبيه للملك زوسر واجرى معاه هذا اللقاء موقع أثري وحضاري عظيم من أعلى مقبرة الملك زوسر الجنوبية بمنطقة قطار سقارة هذه المقبرة اللي يمكن بدأ ترميمها من عام 2006 وبينتظرها كل الزوار من الأجانب والمصريين منذ 15 سنة هذه المقبرة اللي تم افتتاحها عام 1928 ويمكن كمان الجزء العلوي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي المسطح والجزء السفلي بأكثر من 31 متر خلينا نتعرف على أسرار الحضارة المصرية وكمان نقترب أكثر من الأسرة الثالثة لأول بناء حجري في العصر القديم عصر الدولة المصرية القديمة من خلال ترحيبي بضيفي الكريم دكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى برحب بيك ويمكن من أعلى موقع أثري مهم جدا تم ترميمه بينتظروا الجميع الموقع السفلي والموقع العلوي ايضا تم ترميمه وكمان السلم اللي بيؤدي للممرات سواء الوهميه او الممرات الرئيسيه والتابوت كلمنا عن هذه الرحله مع اسرار الاسره الثالثه في الدوله القديمه. بنتكلم على هرم زوسر الهرم المدرج. هو والمقبره الجنوبيه عانوا لفتره كبيره جدا من سوء حاله. بدأنا زي ما الأستاذ رامي تفضل وقال من 2006 الحمد لله مارس 2020 دولة رئيس الوزراء شرفنا هنا وتم الافتتاح لهذا الهرم المدرج والمدخل الجنوبي كان من المفترض كمان المقبرة الجنوبية المقبرة الجنوبية فيها كان شغل جامد جدا بدأ العمل وكلنا عارفين فوهة البير سبعة ونص في سبعة ونص بعمق كان تمانية وعشرين كان تمانية وعشرين متر كل الكتب الأثرية في العالم أجمع بتقول تمانية وعشرين متر عمق لينا كم رديم بلغ ثلاثة متر تقريبا كان لازم عشان يترفع الرديم ده كان لازم يتفك التابوت الجرانيتي ويطلع فوق وشايفين المنظر صعب جدا يجي معدة كبيرة زي ونش ضخم عشان يقدر يرفع البلوكات دي لفوق المسافه 31 متر ده جزء من المهمه الصعبه في العمليه ما يعملهاش الا المصري صحيح المرمم المصري الصبان المصري الاثري المصري المهندس المصري الحمد لله رفعت البلوكات الاثري المصري دخل عمل الحفائر رفع الرديم وصل للارض الصخرة الطبيعية الأم ثم نزل تاني التابوت ملء فراغات تثبيت شروخ حقن قش على الممرات تدعيم سواء كان معماري او دقيقه مع الترميمات اللازمه تثبيت بلاطات الفيانس او القشاني اللي كانت متناثره على ارضيه الممرات مجهود غير عادي شرف للمصريين والعالم اجمع الحمد لله ان احنا بنضيف النهارده موقع مهم جدا للزياره للسائح المصري العربي الاجنبي وفين في سقاره هي جزء من جبانه منف الاثريه اللي هي جزء منه والمسجله على قائمه التراث العالمي من سنه 1979. واحنا بنتكلم عن المجموعه الجنائزيه وكان مهم جدا برضه لكل الزوار ان يكون المكان ممهد سواء بالسلم الحجري بالممرات سواء الوهميه او الممرات الرئيسيه وكمان التابوت. اللي يعني هقول الاثريين والمعماريين وكمان يعني شارك فيه مجموعه كبيره جدا من العلوم والتخصصات الاثريه والجيوتقنيه والجيوبيئيه وكمان الاثريه اللي اجتهدوا كتير جدا عشان يكون في مكان ممهد وكمان اصلاح الشروق الموجوده على الجدران عمليه كانت معقده وكانت صعبه. هو المصري ده اللي ابهر العالم مش بس بالعمل الرائع اللي عمله هنا لا ما ننساش المسلات اللي كانت متدمره ومتكسره لست وسبع وثمان حتت قطع في منطقه صان الحجر عرف يرممها المصري عرف يثبتها المرمم عرف يرفعها الصبان الصعيدي اللي عرف بيرفع بالطريقه اللي است... اللي عملها المصري القديم عادت كما كانت عادت كما كانت تزين ميادنا على غرار ميدان التحرير دكتور يمكن واحنا بنتكلم عن يعني يمكن انجاز واعجاز المرمم المصري المصري والاثري المصري كمان واحنا بنتكلم كمان عن دور كبير جدا مرتبط بالتماثيل ومرتبط كمان بالاهتمام بالالوان يعني انا اعتقد برضو حتى الاشاني وحتى الالوان الجدران الحفاظ عليها كما هي حتى في الترميم بالالوان وبالزيوت الفرعونيه القديمه اللي تم الحفاظ عليها بشكل كبير جدا اتكلمنا عن الجزئيه دي برضو مهمه المرمم ابتدى بالاستكه بالقطنه الصغيره دون استخدام اي ادوات كيميائيه عشان ما تاثرش سلبا على اللون. ابتدى يشيل الاتساخات ابتدى يشيل السناج التكلسات ظهرت الالوان والنقوش ولاول مره. بعد ظهور النقوش والالوان بيتعمل نوع من انواع الكونسوليديشن يعني تقويه لكن مش اضافه الوان. قدرنا نبهر العالم. معبد دندره نقوش تظهر لأول مرة من أكتر من ألف وشوية سنة. معبد إسنا. ألوان هايلة رائعة الكل مش مصدق عينه. تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس تزامنا مع افتتاح ما يسمى طريق الكباش اللي بيصل ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. بكرر الكلمة دي تاني. معابد الكرنك أما عن طريق الاحتفالات ما هو يسمى طريق الكباش شغل غير عادي بيتم حاليا شغل غير عادي بيتم حاليا وهو حاجه في منتهى الاهميه كان في بيت في قلب معبد الاقصر حصل حفر وتنقيب منذ بضع اشهر لصوص حفروا اتقبض عليهم حاليا في السجن الحفره الحفره الكبيره اللي اتعملت مع رفع ردي مع مع ما يسمى بينقب بي الجدران تصدع في البيت في لكنه لجنه شكلها المحافظ المحترم محافظ الاقصر من المباني الايله للسقوط مهندسين عملوا تقريرهم لا نتيجه الحفره الحفره اللي تمت في تصدع يعرض حياه كل واحد للخطر تمت ازاله والحمد لله نقدر نقول ان احنا على موعد مع كشف اثري جديد هو مش اختراع على فكره ولا اضافه قوي لانه هو الحاجه مهمه هنا اللي هقولها بقى للاستاذ رامي على فكره كانوا بيتين البيت الاولاني اتشال سنه 2009 وعملنا حفاير في 2009 و2010 وظهرت طيبه القديمه واستمرار لمنازل طيبة القديمة آلاف السنوات متجهة باتجاه البيت اللي كان قائم منذ بضع أسابيع، يعني مش اختراع احنا ماشيين على الحفائر اللي تمت في 2009 و2010 اتشال البيت هنستأنف أعمال الحفائر، فأوريدي في جدران مستمرة داخلة تحت هذا البيت لمنازل طيبة القديمة وإن شاء الله أعمال الحفائر بدأت بدأت بالفعل واحد تسعة عشرين واحد وعشرين وإن شاء الله هيبقى مش في مفاجأة هتبقى في مفاجآت مش بس هنا في كل حتة دكتور مصطفى الوزير الأمين العام مجلس الأعلى للآثار بشكرك على تواجد معنا ويمكن يعني مع ختام اللقاء عايز يمكن كلمة من حضرتك ورسالة لكل المصريين ونحن الآن نقف أمام هرم زوسر وقيل عنه يمكن الكثير وأن الهرم ليه كمان هنا والمقبرة ليها رمزية كبيرة جدا في سيطرة الحاكم والملك زوسر على الدولة المصرية جنوبا وشمالا كلمتك ورسالتك لكل المصريين وكل العالم يمكن اللي هيزوروا كمان المقبرة الفترة القادمة نحافظ على تراثنا نحافظ على حضارتنا هي الحضارة هي إرث للمصر والعالم أجمع نحافظ على استقرارنا نحافظ على وحدتنا نجاح المصر القديم كان في وحدته وحبه لبلده حبه لتراب بلده اللي عاش وعمر واندفن فيها ملوش مكان تاني عرف ان الحياه طلعت من هنا وهتنتهي هنا عمل حياه تسمى الحياه الاولى وسمى نفسه لحياه ما بعد الموت ده الكونسيبت ده مفهوم المصري القديم حب بلده انتج اخلص وكانت النتيجه انه ابهر العالم وما زال يبهر العالم وهيبهر العالم لألفات مؤلفة من السنين إن شاء الله حقيقة أنه المجهود اللي بيشهده قطاع السياحة دلوقتي قطاع الأثار كمان يعني لا غبار عليه مجهود كبير جدا كل يوم في عندنا حاجة جديدة شايفين مجهود كبير جدا في فكرة إعادة ترميم الأثار اللي موجودة هذه المقبرة الجنوبية للملك زوسر مرة تانية أعيد فتحها للزائرين بعد غلقها لمدة 15 سنة تفاصيل كتير جدا ممكن الناس ما تكونش متخيلها يا حسام لفكره اعاده ترميم اثر عمره الاف السنين وفي قطع بتكون موجوده قد عقله الصباع لازم يتم التعامل معها بمنتهى الحذر ليه مجهود كبير جدا اكبر بكتير بي... من تخيلاتنا شغل بيحصل ومقابر كتير بيت... تم ترميمها ومقابر كتير بيتم توثيقها يعني اللي يقدر يروح وادي الملوك ووادي الملكات في الاقصر هيشوف في شغل حاصل هناك في مقبره نفرتاري من اهم واكبر المقابر في العالم وقد ايه جوده وحلاوه الالوان وازاي في شغل هناك لتوثيق كل قطعه في حوائط المقبره، في شغل حاصل كتير جدا اكتشافات اثريه في المتاحف اللي فيها شغل، في ترميمات، في شغل ايضا في مراكب الشمس، مراكب خوفو، المركب اللي تم نقلها عشان تكون موجوده في المتحف المصري الجديد والمركب الاخرى اللي لم يتم تجميعها من قبل وبيتم العمل عليها عشان يتم عرضها في المستقبل ان شاء الله جنب المركب اللي تم تجميعها في الفترات الماضيه، في شغل كتير بيحصل. في اهتمام بالآثار الاسلاميه القاهره الفاطميه القاهره الاسلاميه في شغل كتير جدا بيحصل القاهره الخديويه كمان اللي ينزل وسط البلد هيلاقي كتير من العماير تم الانتهاء من طلاء وجهتها وفي شغل ايضا في الشوارع المتفرعه من ميدان طلعت حرب في شغل كتير بيتم الاثار مهمه جدا جدا ولازم الحفاظ عليها لانها هويه هويه ثقافيه مهمه جدا في مصر بكل تاكيد نروح لفاصل قصير نرجع مره تانيه صحيح فاصل سريع جدا نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر استنونا اهلا بيكم مره تانية دلوقتي نروح بقى ليندا تعرفنا على اخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه ليندا معنا اخبار مختلفه يا جمانه ولكن هنبتديها مع اخبار الكرة الطايره اتفضلي منتخب رجال الكرة الطايره فاز على المنتخب المغربي بنتيجه 3-1 في لقاء تحديد الميداليه البرونزيه في بطولة افريقيا اللي بتتلعب في رواندا وبكده منتخبنا بيحصد المركز الثالث الجمعية العمومية لاتحاد الكورة حددت يوم 30 سبتمبر اللي جاي معاد لعقد اجتماع طارئ لتعديل لايحة اتحاد الكورة والدعوة لعقد الانتخابات اللي جاية لاختيار مجلس جديد امبارح النادي الاهلي نظم احتفالية لتتويج الفريق بالنجمة العشرة في دوري ابطال افريقيا والحفلة شهدت تدشين برج أيقوني بيضم عشر نجوم هينور كل يوم الساعة عشرة بالليل في مقر النادي ده غير إنه كرم أكتر من رمز ولاعب سابق زي عدلي القيعي ومحرم الراغب ووالدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب ولاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا والبطلة الأولمبية جيانا فاروق ومن النادي الاهلي هنروح لنادي الزمالك اللي اعلن ضم التونسي حمدي النجاز لاعب الترجي السابق خلال الميركاتو الصيفي ونشر حساب الزمالك على تويتر فيديو ترحيب باللاعب وعلق هو هنا. فريق بايرن ميونخ الالماني حقق فوز كبير على برشلونه الاسباني بنتيجه 3-0 في المواجهه اللي جمعتهم امبارح في الجوله الاولى من المجموعه الخامسه. في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي تشيلسي الإنجليزي حقق فوز صعب على فريق زانت سانت بيترسبرغ الروسي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي انتصاره على حساب مالمو السويدي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اتهزم امبارح من فريق يانج بويز السويسري 2-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليكم نشكرك شكرا جزيلا يا ده آخر خبر قلتيه <تصفيق> <تصفيق> أه زعلك <applause> آه زعلت جدا في آخر خبر مش عارف <applause> يعني نجيب إيه أكتر من رونالدو وراشفورد وديخيا وكافاني وبول بوجبا وبرونو فرنانديز ولوكشو يعني طب هنعمل ايه اكتر من يعني وفي جمهور بيلعب في الاستاد وصال شاير وهنرجع المجد القديم يعني هنعمل يعني ايه اكتر يعني من كده عشان نكسب ماتش يعني يعني هارد لك يا يعني يعني مش عارف اسمهم حتى يونج بويز اولاد صغيرين معلش هي, م... هي, هي مشكله في الكوره معلش مشكله لا ما لا معلش يعني مش مش عارف والله الواحد هيفضل صابر امتى طيب قلنا كسبنا في الدوري و4-1 و... 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 وعملنا سكور وبتاع ورايحين بقى بطوله اوروبا ورونالدو بقى رقم سبعه خرج رونالدو ونزل لينجارد معلش <applause> <applause> خرج شالوا ارض <قلد> وحطوا شهيد طيب خلينا نروح لموضوع اخر و مرحلة جديدة بتدخلها الحقيقة واحد سيوة في رفع انتاجية الثروة السمكية بعد أن تمت الموافقة من جانب وزير الزراعة بضمها للخطة السنوية للهيئة العامة للثروة السمكية مع دعمها بعدد 3 مليون ذريعة أسماك من أنواع مختلفة وده طبعا للاستفادة من بحيرات ومصارف الواحة ده بجانب عمليات التنمية والتطوير اللي بتشهدها واحد سيوة في الوقت الحالي بمختلف القطاعات معانا دلوقتي على التليفون اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عشان نعرف منه تفاصيل أكتر عن هذه الخطة وأيضا أليات تنمية واحد سيوة ووضعها على طريق التنمية والتطوير صباح الخير على حضرتك فندم منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك وعلى كل المصريين كل سنة وحضرتك طيب نورنا يا فندم خليني اعرف من حضرتك ملامح ضم واحد سيوه للخطه السنويه لهيئه الثروه السمكيه يعني هو حقيقه من خلال وضع خطه تدريب الانديه الزراعيه واحد سيوه اذا جاءت اسماء وضعش <applause> سياده اللواء هو بس بستاذن حضرتك الصوت غير واضح فلو ممكن بس يعني آآ آآ نقف في مكان فيه شبكه افضل لانه الصوت مش واضح واحنا مهتمين طبعا نعرف ملامح هذه الخطه. حسام انا يمكن في, في نفس الوقت ده السنه اللي فاتت كنت موجوده هكي. واحد سيوه وسيوه مكان يعني حقيقي مش حلو عادي. أوه. يعني كل أوه. حاجه فيها فعلا حلوه جدا يعني الناس اللي ما راحتش سيوه بجد خسر كتير وفايتها كتير سيوه فيها آه يعني موارد كتير جدا ممكن ان احنا نروح فعلا نستمتع بيها هناك شفنا هناك الصحراء في سيوه عملنا سفاري وكانت كاميرا صباح الخير يا مصر موجوده أكيد. وشفنا كمان العيون الموجوده هناك يعني كان فيها حاجات كتير جدا محتاجه ان احنا نزورها بالتاكيد ده اكيد جدا طيب احنا رجع لنا تاني سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طيب فندم خالد كنت بسأل حضرتك عن ملامح الخطة أو خطة وضع الثروة السمكية في واحد سيوة يعني طبعا بكل حقيقة خلال وضع يعني خطة المكان المائية والمصادر الزراعية واحد سيوة من بداية التسميد في إطار يعني أحسن الاستغلال والكل السيارات تصدر بحيرات الواحد معالي وزير الزراعه الشيخ الرشيد على طلب المحافظه بضم واحد سيوة خطه سنويه الان السمكيه ودعمها 3 مليون بدايه من انواع اسماك البيع الفلحه والحجارة البقيه والبط الاحمر وكان شخص الله سننفذ هذا الخطا من وحقيقه كان كان وزير في سيادة اللوائي يعني للاسف ما زال يعني الصوت برضو غير واضح فهنستاذن حضرتك هنحاول نتواصل معاك مره اخرى بعد قليل ان شاء الله. في برضه موضوع تاني مهم موضوع القطن كنا اتكلمنا قبل الفاصل اللي فات عن القطن وموسم جني القطن ابتدى في محافظه الفيوم وفي حالة عامة طبعا من السعادة بين أهالي المحافظة والمزارعين القطن ابتدى ياخد خطوات للرجوع مرة تانية نتمنى الاستمرارية ونتمنى التصنيع الحلج وتصنيع وغزل القطن يكون داخل مصر معانا طبعا على الهاتف عشان نناقش افتتاح الحصاد وزير قطاع الأعمال كان في موجود هناك معنا على الهاتف المهندس ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم صباح الخير باش مهندس ربيع وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر صباح الخير على سيادتك وعلى السادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير يا فندم والفلاح المصري وفلاحنا وهلينا كلهم كل سنة طيبين معلش تصحيح مبلغي دكتور ربيع فندم دكتور ربيع بنعتذر ليك دكتور ربيع طبعا المقامات محفوظه دكتور ربيع عايزين نعرف حجم الانتاجيه السنه دي وعملية الانتاج الخاصه بالقطن في محافظه الفيوم تحديدا هو حضرتك طبعا كل عام وانتم بخير والساده المشاهدين بخير وفلاح مصر وفلاح الفيوم كلهم بخير ان شاء الله هو القطن في محافظه الفيوم من المحافظات المعروفة أن هي بتزرع قطن مبكرا عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية والقطن مرتبط بالفيوم منذ القدم الفلاح الفيومي والأرض فيوم مشهورة بزراعة القطن اللي هو الذهب الأبيض كانت المساحة بصراحة كانت تتراوح ما بين من 18 ل 20 ألف فدان ثم تناقصت تناقصت وصلت إلى 7 أو 8 في السنوات قبل الأخيرة ولكن هذا العام بدات المساحه تزداد وتبدا تزداد المساحه في محافظه الفيوم وصلت لاكثر من 10000 فدان في المحافظه <applause> وده راجع للمنظومه اللي تبعتها عمليه التداول كلمه منظومه يعني تعني كيفيه تداول القطن هي باقي الارض اتبورت ولا باقي الارض بقت بتزرع حاجه ثانيه غير القطن <applause> لا يا عم في بعض النباتات دخلت مكان القطن اه يعني من الارض موجوده ارض زراعي. عرض زراعيه ارض زراعيه زي ما هي بس طبعا الفلاح بدل ما بيزرع القطن بدا قابلته بعض المشاكل، المشاكل دي آه الحمد لله المنظومه في تواجد المنظومه آه اللي احنا شغالين عليها دلوقتي اللي ما بين وزاره الزراعه وقطاع الاعمال ووزاره الصناعه والتجاره، آه هذه المنظومه اتاحت الفرصه للمزارعين ان هم يبداوا حضرتك تزداد المساحة ويقبلوا إقبال غير عادي ومشرق على إزراعة القط وأنا أتنبأ من مقامي هذا لسيادتك أن إحنا المساحة المنزرعة في الفيوم السنة دي لو كانت 10000 إحنا هنعدي 25 30 ألف فدان في العام القادم للنجاح الباهر اللي أحرزته منظومة تداول وشراء القطب. طيب دكتور ربيع يعني بعد التحية بالنسبه للمزارعين دايما بيكون الاكثر اهميه هو سعر انطار القطن. هو دلوقتي خليني اعرف من حضرتك السعر عامل ايه السنه دي ويعني لاي مدى هو مرضي ومجدي للمزارعين؟ هو حضرتك يعني بسبب هذه المنظومه الجميله اللي اعطتها الدوله وجميع هيئاتها اهتمت بها وثلاث وزراء ووزير قطاع الاعمال كان موجود مع معالي المحافظ الدكتور احمد الانصاري عشان يعني يشهدوا انطلاق هذه المنظومه وانطلاق ويستشعروا موضوع ازاي بيع القطن فكان السنه دي حقق ربحيه او سعر عمره ما يعني ما ما حلم به المزارع في كل انحاء مصر كلها وصلنا ل 3800 في الوجه الابلي سواء كانت بني ولا ولا الفيوم ومعتقد ان شاء الله في الوجه البحري تعدي ال 4000 ان شاء الله الكلام دوت للانطار هذا السعر ادخل فرحه عارمه لجميع المزارعين لان حضرتك زي ما تفضلت سيادتك ان القطن بينتظروا جميع المزارعين وجميع الفلاحين ان هو يعمل كان يعمل بيه يزوج بنته يبني بيته يعمل أكيد اي فن. اضافه مهم. بيعملها كانت بتطلع من زراعه القطن مهم. بس الحمد لله يا فندم حاجه مشرقه حاجه مفرحه لجميع المزارعين، كنت اتمنى اسجل مدى حب مدى فرحه المزارعين ومدى ان هم يعني مبسوطين قوي من الاهتمام اللي يعني احنا وصلنا له. طبعا إحنا واحنا كمان اكيد سعيدين سعداء بكل الجهود دي بس خليني اعرف من حضرتك كمان يعني معلش سعر الانتار بقى كام السنه دي؟ حضرتك الامطار تحديدا اخر سعر تم ليه 3875 3875 وده بالنسبه للمزارعين مرضي ومجدي يا فندم مرضي 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 جدا للغايه وهم سعداء لدرجه ان حضرتك يعني هضرب مثال بسيط خالص ان العام السابق كان 1700 يعني 1700 يعني العام السابق كان 1700

هذه الزياده جعلت المزارعين عندنا هنا في الفيوم كله عايز يجمع وكله عايز يورد طيب. دلوقتي دكتور يعني دكتور ربيع كمان اللي كانوا الجلابين او دك الوسطاء اللي كانوا موجودين في, في نقطه مهمه كان فيها في ازمات قبل كده دكتور ربيع هي غير موجودين دلوقتي دكتور ربيع كان في نقطه مهمه فيها ازمات كانت موجوده قبل كده في محصول القطن تحديدا مين اللي بيشتري القطن وازاي المزارع بيقدر يورده ايه دور وزاره الزراعه في هذا الأمر في شراء القطن من المزارعين وتوريده تمام حضرتك دي طبعا داخل يعني وزارة الزراعة داخل في, في إطار المنظومة المنظومه ديت اولا في في حاجه اسمها الزراعه التعاقديه ودي انطلقت طبعا مركز الزراعه التعاقديه خرج من من قرار جمهوري سنه 2015 وتم تفعيله معالي السيد القصير وزير الزراعه فعله من من اكثر من عام هذه هذا الموضوع وهذا الاتجاه حس المزارعين ان ان في امان فالقطن من ضمن المحاصيل اللي داخله في الزراعات التعاقديه زيها زي المحاصيل الزيتيه يعني تبقوا متفقين مع المزارع ازرع الارض وانا هشتري منك بالظبط تمام وبتشتري منه ب 3875 يا فندم بالظبط كده يا فندم عظيم ازرع عظيم جدا. ازرع, يا مزارع وانا هتعاقد معاك وهناخد منك وبكام قبل ما تزرع وبكام قبل ما عظيم جدا دكتور ربيع مصطفى وكيل وزاره الزراعه بالفيوم بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا والف مبروك على موسم القطن وان شاء الله يستمر النجاح. طيب لنا تاني على الهاتف سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح الخير على حضرتك مره تانية يا فندم كنت بسالك عن ملامح ضم واحد سيوه ووضعها على طريق التنميه والتطوير وتحديدا ملامح الخطه السنويه لهيئه الثروه السمكيه. يعني عبد الله كانت سعاده غامره جدا لاهالينا في سيوه ان معالي وزير الزراعه الاستاذ القصير صدى على ضم واحد سيوه للخطه السنويه لهيئة العامه للثروه السمكيه وان شاء الله هيدعمنا 3 مليون زجاج اسماك صدق بكده من انواع اسماك المياه المالحه والعائله البريه والثلث الاحمر ودي ان شاء الله تنفذ خلال فتره من شهر مارس وحتى يونيو 22 وحقيقه هو سيادته امدنا برضه قبل كده بمليون على بولتي تم القائها في في المجاري سبع مجاري مائيه مصادر زراعيه في سيوه وسعاده الاهالي سعاده غامره نشكر وزاره الزراعه على هذا التعاون مع المحافظه واحنا برضه بنجهز على التوازي منافذ لاهالينا برضه لبيع الاسماك ديت بما يحقق التنميه المستدامه ضمنا للهيئه ده هيحقق فعلا تنميه مستدامه لاهالي الواحه من خلال الثروه السمكيه. نحن نشكر على هذا التعاون مع المحافظه. عظيم جدا جدا. سياده المحافظه عايزه اروح لموضوع هام. سيوه من المناطق السياحيه اللي مش واخده حقها. احنا داخلين قريب ان شاء الله على موسم الزيارات لسيوه وتحديدا عيد القمر وفي ناس كتير من المهتمين بالواحها وبتراثها بيسافروا لسيوه. فايه عيد. الاستعدادات اللي حصلت في واحد سيوه لاستقبال السياح من داخل مصر ومن خارج مصر في عيد القمر وازاي نقدر نطور السياحه في هذه الواحه. أه طبعا أه يعني احنا فعلا بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار ووزاره التعاون الدولي أه بنهتم جدا ودي طبعا توجهات القياده السياسيه بتطوير واحد سيوه مع الحفاظ على التراث الدي مم. وده فعلا اللي احنا فيه حاليا وكل الوزارات المعنيه معانا في هذا الاتجاه يمكن انا كنت قريب موجود في سيوه بتفقد بعض المشروعات التنمويه والخدميه فيها وطبعا عشان برضو كله بيخدم على اعمال سياحه كمقصد سياحي ان شاء الله تكون مقصد سياحه عالمي باذن الله تعالى كان يعني أقرأ اولها الطريق نفسه طريق الى سيوه <applause> يعني الحمد لله ده شغال بنعمل ده طريق خرسان اه بعض اه ثلاث حارات كل حاره 4 متر الا ربع يمكن ده يعني جديد من نوعه طبع. وده طبعا هاي بالاضافه بالتوازي بنعمل ازدواج الطريق الاسفلتي طريق خرسان واخدها واخد جهاز التعمير وطريق فيه ازدواجه مع هيئه الصوت الاثنين شغالين على التوازي حاليا وانا كنت لسه قريب ومر عليهم الجمعه اللي فاتت فيها. فطبعا ده برضه مهم جدا كعامل الوصول الى الواحه مم. بسلامه المواطنين للوصول الى الواحه بالاضافه طبعا ان احنا قلعه شالي يعني وزاره السياحه والاثار حقيقه يعني قاموا بتدميم القلعه وتجهيزها في ابهى صورها وحاليا برضه مع جهاز التنسيق الحضاري منسقين دلوقتي يعني نعمل تنسيق حضاري لكل المنطقه المحيطه بمنطقه شالي ومنطقه الميدان الكبير بحيث بحيث نحافظ على الطراز البيئي والطابع البيئي بالواحه بشكل جمالي فعلا يكون لها طابع مميز. <تصفيق> 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 طيب يعني اتفضل اتفضل يا يعني برضه بالاضافه يعني كنا في نفس التوقيت تفقدنا مشروعات مبادرة حياة كريمه في داخل سيوه في قريه المراقي دي احد احد 11 قريه داخل مبادرة حياة كريمه يمكن عملنا فيها برضه خزان المياه لتنظيف المياه من أكسدة الحديد والمنجنيز وتوصيل مياه شرب نقية للأهالي وتوفير حياة كريمة أيوة لهم في هذا الاتجاه بالإضافة للاستفادة من المياه الغسيل اللي في خزانات أخرى نستفيد بها في ري الزراعات. برضو أه برضه فتحنا مدرسة للتعليم الأساسي أه وهيئة كمان وافقت لنا إن شاء الله على افتتاح مدرسة ثانوي في قرية المراقي. وهذه دي لان كان يعني طالب الثانوي عشان يروح المدرسه كان بيمشي 23 كيلو متر او 23 متر عشان يخش ثانوي في مدينه سيوه كان بيؤدي في بعض الحالات الى تصرف من التعليم وخصوصا البنات فالحمد لله احنا صدقنا على تمام مدرسه ثانوي في قريه المراقي هتخدم قريه المراقي وقريه بهي الدين وكل القرى اللي حواليها ونضمن ان يكون من التعليم باذن الله يا فندم طبعا بنشكر حضرتك شكرا شكر جزيلا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نشكرك يا فندم على كل هذه التفاصيل نروح لخبر تاني هام ايضا النهارده في استاد القاهره الدولي هتنطلق بطوله العالم للكيك بوكسنج بطوله لها هدف كبير بيسعى المنتخب المصري طبعا للحصول عليه بطولة مهمة جدا وإحنا عندنا باع طويل في هذه الرياضة بصراحة افتتاحية البطولة النهاردة هتكون في مباراة بتجمع بين البطل المصري العقيد دكتور محمد عبدو وأبو ستيت مع بطل العالم في الكيك بوكسنج وهو روسي الجنسية نروح أكتر لتفاصيل عن هذه البطولة معانا على الزوم الكابتن شريف البنداري بطل العالم سابقا في الكيك بوكسنج واحد من المدربين في البطولة الحالية صباح الخير يا كابتن وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك طيب يعني قبل كل شيء إحنا بيبقى عندنا يعني تحيز لبطلنا فعايزين نعرف منك بطلنا أبو ستيت على عقيد الدكتور فرصه ايه في البطوله خصوصا ان اول ماتش ليه مع بطل العالم طيب خليني اقول لحضرتك برضو احنا البطوله اير فورس 1 دي اول مره تتعمل في مصر وان شاء الله ان هي هتنجح المره دي وتتكرر بقى تاني بره مصر كمان وفي فيه زي ماتش عوده مع اللاعب الروسي اللاعب الروسي اللي هيلعب النهارده مع كابتن محمد عبده لاعب مميز جدا ليه ريكورد عالي لعب اكتر من 30 ماتش احتراف وصغير في السن عنده 27 سنه كابتن محمد عبده احنا بنسميه آه عميد الكيك بوكسنج في مصر لان هو ما شاء الله عليه النهارده آه عنده 42 سنه بيلعب راجل بيلعب, بيلعب اكثر من 25 سنه آه وبطل دوري كبير وريكورد كبير ماتش النهارده ماتش مش سهل بس طبعا احنا بنطلب من كل المصريين ان هم يدعوا له ويشجعوه اللي يقدر يجي يسنده في الاستاد النهارده هنكون مبسوطين جدا الناس تيجي تشجع كابتن محمد وبنتمنى له التوفيق ماتش صعب وفي تحدي كبير بس بنتمنى له التوفيق إن شاء الله هيتغلب على اللاعب كابتن شريف طبعا بعد التحيه بما انك بتقول أن الماتش صعب الى حد ما لكن برضو احنا عندنا عميد لاعبي العالم آه طبعا طبعا بس انا, أنا يعني إن... كلنا ايمان ان شاء الله ومتفائلين ان كابتن محمد النهارده هيعدي التحدي الصعب ده وهيكسب اللاعب الروسي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله بس خلينا نعرف منك ونعرف الساده المشاهدين يعني نقاط قوه العقيد والعبيد محمد عبده ابو ستيت وكمان نقاط قوه اللاعب الروسي تمام خليني اقول لحضرتك هبتدي باللاعب الروسي سريعا اللاعب الروسي آه صغير في السن عنده ريكورد عالي واكسبيرنس كبيره وخبره كبيره عنده اكثر من 30 ماتش احتراف آه بيتدرب على اعلى مستوى لانه راجل متفرغ دي شغلانته هي يعني انه راجل محترف بياكل ويشرب ويتمر <applause> اما العقيد محمد عبده آه راجل عقيد في الجيش وعنده وظيفه وجنب جنب الوظيفه دي والتحديات وراجل عنده اسره والكلام ده كله وبرده ما زال ان هو آه بيتمرن زيه زي الاحتراف فده طبعا فيه تحدي كبير جدا آه اقوى نقاط عبدو في الكابتن محمد عبده هي ارادته. النهارده ان هو يبقى في في سن متقدم عنده 42 سنه ولسه بيتمرن مرتين وثلاثه في اليوم زي ما بقول لحضرتك جنب شغله وجنب التزاماته لعيلته والكلام ده كله هي دي اكبر نقطه قوه الكابتن محمد عبده الاراده ان هو لسه النهارده محافظ على مستواه في سنه زيه زي وزي اللعيبه اللي لسه في العشرينات. <applause> طيب, طيب. اه احنا عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر ممكن تكون بتهم الساده المشاهدين عشان يتابعوا البطوله يعني البطوله بتتلعب فين ميعاد الماتش بتاع النهارده في كم مصري مشارك اه البطوله هتبتدي من الساعه 3 ان شاء الله هيبقى في من مجموعة الماتشات كلها النهارده عندنا مجموعه من اللعيبه المصريين اللي هتلعب مع لعيبه اجانب عندنا حوالي 15 ماتش في اوزان مختلفه عندنا مصريين هيلعبوا مع في وفد جاي من هولندا في وفد جاي من روسيا وفي وفد جاي من الاردن والماتشات كلها الحقيقه ماتشات قويه جدا واللعيبه اللي جايه من بره ناس على اعلى مستوى يعني هم محمد صلاح وميسي بتوع الكيك بوكس يعني نقدر نقول كده طب سريعا جدا خليني اعرف من حضرتك مصر يعني آه يا رب ان شاء الله سريعا جدا اعرف من حضرتك في تذاكر وهل في حضور ولا لا طبعا يا فندم احنا متوقعين ان في عدد كبير هيجي النهارده والحاجه الكويسه ان في قرار من وزاره الشباب والرياضه ان الدخول يكون ببلاش فور فري عشان اكبر عدد من الناس يقدر يجي ويساند الفريق المصري والعقيد محمد هايل طبعا كل التوفيق للعقيد محمد عبدو أبو ستيت وللمنتخب المصري بكل تأكيد نشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن شريف بنداري بطل العالم سابقا في الكيك بوكسينج التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة موجز إخباري جديد مع ليندا عبد اللطيف إليك ليندا شكرا حسام التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنقلة النوعية التي تشهدها حالياً مجالات التعاون الثنائي بين مصر والكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس فيليكس تشاسيكاري رئيس جمهوريه الكونغو الديمقراطيه اضاف الرئيس السيسي ان هذا التنسيق انعكس علي التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه أكد رئيس تشاسيكاري حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصله مصر جهودها للتنسيق مع كافه الاشقاء الليبيين خلال الفتره المقبله بما يساهم في ضمان وحده وتماسك المؤسسات الوطنيه الليبيه، جاء ذلك خلال استقباله كل من عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه، وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء تناول التباحث حول اخر التطورات على الساحه الليبيه. كما رحب الرئيس السيسي بالقاده الليبيين مثمنا حرصهما الدائم على انفاذ اراده الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنيه ومن جانبهما اكد القائدان الليبيان اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لاداره المرحله الانتقاليه الليبيه خاصه ما يتعلق بضروره ضمان عقد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه قبل نهايه العام الجاري أكد الرئيس السيسي أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر يعد شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط كونه يتسم بالشفافية ويرصد المستوى الذي وصلت إليه التنمية في مصر وخلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي شدد الرئيس السيسي على أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لتحمله الكثير من التبعات الناجمه عن الاصلاحات الاقتصاديه التي نفذتها الدوله كما اكد رئيس السيسي ان الدوله تبنت مسارين متوازيين خلال الفتره الماضيه هما مواجهه الارهاب والتحرك لبناء الدوله من منظور شامل يستهدف كافه القطاعات صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أرسل برقية عزاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان ينطلق اليوم ملتقى بنات مصر في دورته السادسه تحت عنوان التجربه المصريه ورؤيه جديده لمخططات التعمير بالدول العربيه والافريقيه وذلك تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا وينعقد المؤتمر بحضور وزاري موسع وممثلين لخمس وعشرين دوله افريقيه وعربيه بالاضافه الى مشاركه اكثر من ثلاثمائه قياده تنفيذيه يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري ويستعرض الملتقى جهود التنميه العمرانيه غير المسبوقه وتطوير مشروعات البنيه التحتيه الهائله وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء الجمهوريه الجديده أعلنت وزارة الصحة خروج 325 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة و10 حالات وفاة نهاية موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل ويمكن في بداية الحلقة اتكلمنا معاكم عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية اللي تم إطلاقه أمس. الحقيقة خلال هذا المؤتمر كان في كلمة مهمة جدا للدكتورة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. قالت فيها أن الدولة المصرية التزمت بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية وأن الإصلاحات اللي قامت بها مصر عالجت بحسم كل التحديات اللي واجهت التنمية في مصر خلينا نرحب مع بدكتور رندة أبو الحسن ممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معنا عبر الهاتف صباح الخير على حضرتك يا فندم صباح النور صباح النور جمانة اهلا بيك يا فندم. يعني كلمة حضرتك كلمة مهمة جدا، وفي ضوء هذه الكلمة خليني اعرف من حضرتك اهم ما جاء في تقرير برنامج الامم المتحدة الإمائي. اول شيء صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين وصباح مصر. التقرير مثل ما قلنا امبارح هو أول تقرير على من فترة 10 سنين. بالتالي التقرير تناول كل مسيرة التنمية اللي مرت فيها مصر بالعشر سنين اللي فاتوا والتقرير بيطرق لامور الصحه والتعليم والسكن والمراه والبيئه والحمايه الاجتماعيه والحوكمه والمكافحه الكورونا والتقرير بيفرجي بالادله وبالارقام مدى التطور والتغيرات اللي حصلت بمصر ما اغلبيتها ايجابيه الاغلبيه بالايجابيه الحمد لله وكمان التقرير بضوي على التحديات اللي باقيه وبيعطي آه ريكومنديشنز من المستقبل يعطي توصيات لاولويات ممكن الواحد ينظر لها بالمستقبل ثاني آه شيء قدر القيس <applause> <applause> طيب دكتوره رندا امبارح كان في احداث مهمه كتير في المؤتمر وتفاصيل خاصه بتقرير الامم المتحده عن مصر يعني في تفاصيل كتيره جدا بس من اهم الاشياء اللي حصلت اللي خلت الناس تتابع اكتر كان الموقف حضرتك بتتحدثي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبك ان والدة حضرتك اللي موجوده معاكي سافرت من لبنان الى مصر في وقت سابق وطلبها التصوير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي من اهم اللقطات اللي انتشرت حتى على السوشيال ميديا، فعايزين اعرف من حضرتك الموضوع ازاي تم ترتيبه؟ ايه اللي حصل؟ والدتك قالت لك الموضوع ازاي؟ حضرتك مقيمه في مصر طبعا للمتابعه، فاحكي لنا كواليس هذا الامر. الوالدة بقى من وقت ما أنا نقلت على مصر وسلمت مهامة بمكتب الأمم المتحدة المائي بمصر والوالدة أكيد بتجي بتزورني مم. وحبت مصر كثير وقت اللي قلت لها عن الفعالية اللي رح تصير قلت لي أنا بدي أكون موجودة قلت لها حاضر وبعدين هي الفعالية كان المفروض تصير قبل امبارح وتأجلت لتاريخ امبارح وبالتالي هي اجرت سفرها قالت لي لا انا بدي اكون موجوده على الفعاليه ما فيها تترك الوالد فتره طويله بس بدي اكون موجوده بدي تكون فعاليه م. فوقت اللي وصلت آه يعني بالتحضيرات انا قلت لهم انه هي كثير بتنشد بالتغيرات اللي عم بتصير بمصر وقياده الرئيس بتقول لي ما شاء الله يعني شوكي الأعمار شوكي شوكي. حمي شو الأعمار شوفي شوفي يا عمي شو عم بيصير بمصر والله بقى انا وقت اللي وصلت قلت لهم هل ممكن تتصور مع مع الريس لانه هي بتحب قالوا لي بنشوف <applause> وفعلا يوم الحدث كانت النصيحه انه اسأليه ما قلت وقفت حده اخذت الفرصه يعني ظهرت عن النص تبع الحفل طلبت الميكروفون وقلت له الوالده هون وبتحب تتصور معك وفعلا هو كان هي ما كانت محضره صراحه، كانت عارفه ومش عارفه بس هي عارفه انها طلبة بس مش متوقعه انه يحصل ايه <applause> نعم <applause> فحدث الامر بكل تلقائيه يعني حتى احنا شفنا حضرتك وانت بتتحدثي مع الرئيس وصعودها اللي تاخر حوالي 20 30 ثانيه عقبال ما يعني ابتدت تبقى موجوده فالموضوع كان تلقائي اه فويتها على المسرح كمان اي نعم اي نعم لا شو بدي لك يعني التجربه تجربتي انا بمصر كانت فريده بكل فتره عملي مع الامم المتحده وفعلا رح تترك مصر بقلبي اثر كبير ورح ارجع يعني انا هون سعيده يعني دكتور رندا اسمح لنا احنا يعني يجب ان ننهي هذا هذه المكالمه لانه يعني دلوقتي ننتقل مع حضراتكم في بث مباشر لكلمه دكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر بنات مصر فالى هناك حلت من خلالهم هذه المشكلة وما زال تطوير هذا القطاع المهم جدا في مصر النهاردة اللي بيحصل بكل المقاييس الحقيقه يعني حجم انجاز هائل يعني انا بالمصادفه الشديده الحقيقه كان واحد من كبار رجال الصناعه المصريه يعني كان عندي بالامس ليلا وكان بيكلمني يعني هو موجود في مصر بقاله اكتر من 30 سنه وبيكلم على ان يعني ان هو بيعمل مصنع كبير جدا جديد وطاقه يعني تقترب من أكثر من يعني مئات يعني الميجا واتس وان هو خد الموافقه في خلال ايام قليله جدا. بيقول انا لو كنت في انا ليا مصانع في الخارج وعشان اخد في دول متقدمه اخد نفس هذه الموافقه ممكن اقعد سنه. انا اخدتها في مصر في ايام قليله جدا. فهو الحمد لله يعني القطاع الحقيقه شهد طفره كبيره جدا جدا جدا. وانا بنتهز طبعا هذه الفرصه ويعني باشكر يعني طبعا استاذنا الاستاذ الدكتور محمد شاكر المرقبي على هذا الجهد العظيم اللي هو قام به في هذا القطاع. الحقيقه ايضا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الدوله المصريه يعني قامت بجهد كبير جدا وما زالت بتقوم فيه ايضا في خلال الفتره الماضيه ايضا ويكفي ان احنا الحمد لله ان النهارده مياه الشرب بتصل إلى أكثر من 98.5% من عدد السكان ويمكن الواحد 1.5% في المية المتبقية هي في أماكن يعني نائية يعني مش يعني مش يعني مش من المناسب أصلا إن إحنا نوصل لهم شبكات وبالتالي يعني بيبقى ليهم وسائل أخرى لوصول المياه إليهم ولكن الأهم اللي إحنا مركزين عليه كدولة النهاردة إن إحنا صحيح إن في تغطية 98.5% بس إزاي إن إحنا نضمن إن الكميات اللي بتصل لكل هؤلاء هي دي الكميات المناسبة والكافية ليهم وجهد كبير جدا بيتعمل في كل المناطق الحضرية والريفية لهذا الموضوع، أيضا قطاع الصرف الصحي ويمكن بس يمكن معالي يعني فخامة الرئيس امبارح ذكر في يعني لقائه امبارح واحنا في تقرير التنمية البشرية إن من سنة 2014 كانت نسبة التغطية في الريف المصري لا تتجاوز ال11% النهارده احنا وصلنا 38% في سنوات قليله جدا وفي نفس الوقت الحمد لله مع مشروع حياه كريمه باذن الله ان احنا بنستهدف ان احنا تقريبا نصل بكامل تغطيه للريف المصري. المدن نفس الكلام تقريبا بننتهي في خلال هذا العام او العام القادم من تغطيه كل المدن المصريه بهذه الخدمه المهمه جدا. الحقيقه يعني إذا كن لينا كمان يعني كلام في قطاع آخر هو حصل فيه إعجاز حقيقي هو قطاع الطرق والكباري، شبكة الطرق القومية والطرق الحديثة اللي اتعملت في مصر بكل المقاييس هي إعجاز كبير جدا جعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم. والدولة الحقيقة بتستمر يعني خطى قوية جدا من يعني بقيادة معالي وزير النقل وكل الزملاء في الوزارة في تدخيل وتضمين مفهوم النقل الجماعي وده الحقيقة يمكن في مصر ثقافتنا ما كانتش موجودة فيه بصورة كبيرة جدا النهاردة بيحصل تطوير كبير جدا في مرفق السكة الحديد بالرغم من كل المشاكل والتحديات اللي موجودة فيه يعني ادخال خطوط جديدة بالكامل الخط القه... القطار الكهرباء السريع اللي هو تقريبا احنا بننشئ خط تاني جديد بالكامل بخلاف تطوير الخط الحالي الخطوط الحالية كلها القطار المكهرب المونوريل يعني التوسع في خطوط المترو الأنفاق كلها مشروعات الحية الدولة النهاردة المصرية بتقوم بيها على قدم وساق ويمكن طبعا يعني حكون برضو شهادتي مجروحة في قطاع الإسكان يعني الحمد لله برضو اللي تم في الدولة المصرية في قطاع توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين أيضا تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، والحقيقة يمكن البرنامج اللي تبناه فخامة الرئيس للقضاء على المناطق الغير أمنة، يعني حقيقة يعني وأنا بكررها دايما في كل لقاء، يعني الواحد كان بيعمل كخبير دولي في عدد كبير من الدول، لا توجد تجربة في العالم كله زي اللي اتعملت في مصر. حقيقة يعني. في القضاء على المناطق الغير امنه وتوفير سكن لائق مجهز لاهالينا اللي كانوا بيسكنوا في هذه المناطق والحياه الدوله المصريه النهارده مركزه على كمان تطوير المناطق الغير مخططه وداخلين في مناطق يمكن كان كلنا كنا لا نتخيل ولا نحلم ان يحصل فيها تطوير لكن الحمد لله النهارده مع بناء الثقه ما بين المواطن والدوله بقى المواطن بيتقبل اي اعمال تطوير وبيشارك فيها في هذا الصدد الحقيقه مشروعات الاسكان الاجتماعي ومختلف نوعيات الاسكان اللي الدوله المصريه بتقدمها في هذه الفتره ايضا بتسهم في يعني حل ومشكله الفجوه الاسكانيه اللي كانت موجوده على مدار السنين وبالذات في نوعيه اسكان كان دايما في نقص شديد فيها وهي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل ايضا. الحقيقه يمكن كمان تجربتنا في انشاء الجيل الرابع من المدن الجديده احنا عندنا النهاردة الخطة بتاعتنا 25 مدينة جديدة بتنشأ بالتوازي مع بعضها البعض يعني المدن يعني اللي كانت انشئت بدءا من اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات لغاية 2014 كانت بتنشأ على مراحل كل شوية نعمل مدينتين ثلاثة انما ان احنا ندخل في وقت واحد ننشئ هذا العدد الهائل من مدن الجيل الرابع ده ايضا الحقيقة جهد هائل من الدولة المصرية الحقيقه كل اللي انا بتكلم عليه ده ما كانش ممكن يتعمل لولا يعني قطاع المقاولات المصري. وهنا يمكن انا بتوقف ان انا اوجه ليهم كل التحيه والتقدير على الجهد الهائل اللي هم بذلوه وبيبذلوه معانا في تنميه هذا القطاع المهم جدا اللي ليه دور اساسي في استمرار نمو الاقتصاد المصري بالمعدلات الغير مسبوقه اللي حصلت في خلال الفتره السابقه. ويمكن حتى مع يعني وجود فيروس كورونا وحضراتكم تابعتوا ان العالم كله كان بينمو بالسالب مصر ظلت تحتفظ بالنمو الايجابي وانا في تقديري جزء كبير من هذا النمو كان يعود لهذا القطاع المهم جدا. وعشان كده يمكن احنا حريصين كل الحرص على استمرار الدفع والدوله دي سياستها في خلال انا اعتقد من خمس الى سبع سنوات على الاقل في الاستمرار في الاستثمارات العامه والانفاق العام الكبير في مشروعات البنيه التحتيه والتشييد والبناء واعتقد ان ده ساهم بصوره كبيره جدا في يعني الحمد لله ان احنا بقينا نشوف شركات مقاولات بدات من سبع سنين كانت شركات بسيطه النهارده الحمد لله هذه الشركات تحولت الى شركات عملاقه بتاخد شغل بمليارات الجنيهات في السنه الواحده والترن اوفر بتاعها ما شاء الله يعني بيؤكد انها ماشية على الطريق السليم، والواحد أكثر سعادة إنه ابتدى يشوف هذه الشركات النهاردة بتفوز بمشروعات في الدول العربية والدول الأفريقية، بما يعني إنها اكتسبت الخبرات الكبيرة جداً 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 اللي بقت تمكنها النهاردة إنها تعمل على مستوى العالم كله، وليس فقط على مستوى مصر. والحقيقة طبعاً إن يعني مع كل اللي بنعمله ده، الدولة المصرية أيضاً بتركز على تطوير العمران القائم، وأعتقد إحنا عندنا مشروعين كبار جدا متبنيهم فخامه الرئيس تطوير المدن القائمه، احنا يمكن حضراتكم بتتابعوا اللي بيحصل في القاهره الكبرى وكل شبكه الطرق اللي بتتعمل المناطق العشوائيه او المناطق الغير امنه اللي بيتم ازالتها واعاده تطويرها، المناطق التاريخيه اللي احنا النهارده بنشتغل عليها وبنحولها الى مناطق حضاريه يعني على اعلى مستوى منطقه مشروع ممشى اهل مصر على كورنيش النيل كلها مشروعات كبرى ولكن ايضا لدينا مشروع عواصم المدن والمحافظات اللي بنستهدف من خلاله انشاء اكثر من نص مليون وحده سكنيه لسكان المدن القائمه اللي موجوده علشان برضو يبقى ده متنفس ليهم ومكان لوحدات سكنيه ولكن طبعا انا اعتقد ان المشروع اللي نقدر نقول عليه ايقونه يعني الدوله المصريه هو مشروع حياه كريمه وهو المستهدف منه تطوير حياه اكثر من 58 مليون مواطن مصري في كل ربوع الريف المصري وده بكل المقاييس هو المشروع الاكبر على مستوى العالم في مجال التنميه المستدامه والدوله المصريه النهارده مخصصه له طبعا مئات المليارات لتطوير هذه المشروعات الكبرى وكلها ايضا في قطاع التشييد والبناء والبنيه الاساسيه وبالتالي الحقيقه يعني القطاع ده اعتقد ان الفتره اللي احنا بنمر بيها السبع سنوات الماضيه وان شاء الله الفتره القادمه ايضا هي بكل المقاييس فتره تاريخيه في حياه هذا القطاع وان شاء الله يعني يستمر هذا القطاع في النمو والرخاء والدولة المصرية بتدعمه بالكامل لان هذا القطاع زي ما حضراتكم عارفين بالكامل يقود القطاع الخاص تقريبا يعني باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات اللي تنتمي للدولة الغالبية الساحقة من الشركات اللي بتعمل فيه هو القطاع الخاص المصري وهو اللي مكننا ان احنا هذا القطاع فعلا نجح انه يوفر خمسة مليون فرصة عمل على مدار السنوات الماضية وده زي ما بقول لحضراتكم اللي بقى مخلينا النهارده لدينا قدره هائله وعندنا خبره كبيره في هذا القطاع، ان شاء الله ان احنا نقدر وسعداء ان احنا نكون بننقلها لاخواتنا واشقائنا في افريقيا والعالم العربي. فالحقيقه مره اخرى كل الشكر والتقدير لزملائي واصدقائي العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد. والحقيقه يمكن الكلام ده مش انا اللي بقوله يمكن الحقيقه امبارح يعني كلنا كنا سعداء بعودة إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر بعد توقف زاد عن عشر سنوات وكل الخبراء الدوليين والمح والوطنيين اللي أعملوا هذا التقرير أشاروا بصورة يعني إيجابية جدا على ما ساهم به هذا القطاع في نمو مصر في خلال العشر سنوات الماضية وأشادوا طبعا بالطفرة الكبيرة اللي الدولة المصرية قامت بيها في الاستثمارات العامة في هذا القطاع على الاخص هو في قطاع البنيه الاساسيه. الدوله المصريه منتهجه في الفتره الحاليه والماضيه ايضا ولكن يمكن التركيز بتاعنا في هذه الفتره على موضوع الشراكه مع القطاع الخاص. وفي مشروعات البنيه الاساسيه النهارده سواء في مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده، في مشروعات تحليه المياه، في حتى محطات الصرف الصحي والصرف المعالج للشراكه مع القطاع الخاص وايضا طبعا في قطاع التطوير العقاري النهارده الحمد لله الواحد سعيد ان كل المشروعات الكبرى اللي بيعلن عنها النهارده هي في الاساس مشروعات شراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص الجاد في مصر، وهنا انا باكد ان الدوله المصريه حريصه كل الحرص على الوقوف بجانب القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري ويعني بنبذل كل الجهد ان شاء الله ان احنا نمكن هذا القطاع من التوسع في المرحله القادمه. مش عايز اطول على حضراتكم ولكن يمكن في الختام ان انا يعني بنتهز الفرصه في وجود هذا الحشد الكبير جدا من يعني شركات المقاولات والمطورين ورؤساء اتحاد المقاولات العربيه والافريقيه وايضا اعتقد عدد من سفراء الدول الشقيقه بالاعلان ان يعني عن توجه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للاعلان خلال الفتره القادمه الفتره القريبه القادمه جدا عن اطلاق قمه دوليه موسعه تحمل اسم قمه مصر الدوليه للبنيه التحتيه والاستدامه لمناقشه طبعا قضايا التنميه العمرانيه الشامله وجوده البنيه التحتيه المستدامه بالقاره الافريقيه والمنطقه العربيه. وان شاء الله يعني بنستهدف باذن الله ان هذه القمه تعقد في عام 22 ويعني طبعا يعني هنحدد يعني سياده الرئيس هيحدد الموعد المناسب لهذه القمه باذن الله. وطبعا ده هيبقى طبقا بالتنسيق مع رؤساء الدول العربيه والافريقيه ورؤساء الحكومات اللي باذن الله ان احنا بنستهدف ان هم يبقوا موجودين معانا ويشرفونا في هذه القمه وده هدفه في الاساس ان احنا طبعا نزيد من يعني اه الحقيقه التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزياده وتعزيز العلاقات الاستثماريه مع اشقائنا في الدول الافريقيه والدول العربيه وده محور أساسي الحكومة المصرية النهاردة بتركز عليه في خلال المرحلة القادمة كجزء من الحقيقة يعني عودة القوى الناعمة لمصر إن شاء الله في منطقتها بإذن الله وربنا وفقنا جميعا ومرة أخرى يعني يعني انا سعيد جدا وبشرف ان انا اكون مع حضراتكم النهارده وباتمنى لكم ان شاء الله يكون هذا الملتقى ملتقى ناجح والجميع النهارده ان شاء الله يستفيد مما ستخرج به النتائج والتوصيات من هذا الملتقى وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى مدبولي الساده الحضور الكرام استراحه قصيره لمده خمس دقائق ومن بعدها تبدا فعاليات المؤتمر مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم كلمة دكتور مصطفى مدبوي رئيس الوزراء خلال افتتاحه لملتقى بنات مصر أو بيلدرز أوف إيجيبت في دورته السادسة وتطرق سيادته لنهج منهجية الدولة المصرية طبعا للشراكة في اتجاه طبعا الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في مجال التطوير العقاري واعلن كمان سيادته عن اطلاق قمة دولية موسعة وهي قمة مصر الدولية للبناء والاستدامة في 2022 زي ما قلت لحضراتكم هذه هي الدورة السادسة لملتقى بناة مصر وهي تحت عنوان التجربة المصرية ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية مشاهدينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر استنونا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. تقارير كتير في الفترة الماضية ولكن أهم التقارير كان بالأمس تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021. التقرير فيه تفاصيل وأرقام كتير زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج. التقرير مكون من ست فصول آه قلت لحضراتكم عدد كبير من الاوراق التلخيص بتاعه في حدود ال 60 ل 80 ورقه اللي عايز يتعرف على التفاصيل اكثر وارقام اكثر هنحاول في خلال هذه الفقره ان احنا نلخص لحضراتكم اهم ما جاء في هذا التقرير بشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره وتحرير اليوم السابع صباح الخير يا فندم محاور اهلا وسهلا آه في دي آه بي او آه برنامج الامم المتحده للتنميه بتكلم بعيدا عن التقرير اللي صدر لمصر قال ان التنميه البشريه هي ان انت تحقق لمواطني دوله ما رغد الحياه او الحياه التي يريدونها ويرتضون العيش فيها والدوله او الحكومه تقدم لهم الادوات عشان يوصلوا لهذه الحياه لو في ظل التقرير اللي صدر امبارح نقدر نقول الدوله المصريه اعطت للشعب المصري ادوات ايه يقدروا يعيشوا بيها حياه شكلها عامل ازاي يعني الحقيقه على مدى السنوات اللي فاتت احنا طبعا التقارير دي غالبا بتبقى ارقام وصعبه و... و... ومتداخله جدا وقراءتها بتحتاج جهد وده يعني دور مهم الحقيقه للاعلام انه يحوله الى جزء مهم اهم حاجه هو فكره انه اهداف الامم المتحده للتنميه 20 2030 وغيره تقريبا مصر محققه 70 او 80% من الاهداف دي فكره الـ الـ الانعكاس على حياه الناس النتائج بتتم بطريقتين قرايتها بتتم بطريقتين اما مقارنه الوضع الحالي بوضع ما قبل مثلا عشر سنوات او ثمان سنوات او كده زي ما كان في التاريخ او المقارنه بين وضع الدوله في مصر وبين الدول حوالينا او العالم او حتى الظروف اللي حصل في مصر انه الاصلاح الاقتصادي كان يعني مؤلم وصعب جدا ويمكن الرئيس عبد الفتاح يتكلم عليه بشكل واضح امبارح انه الشعب المصري هو البطل فيه لكن كمان الحقيقه حجم الانعكاسات مقارنه بزياده السكان خلال نفس الفتره بيدي انطباع مهم انه انا خلال 8 سنوات مثلا مصر كانت فين بقت فين يعني كان في اقتصاد تقريبا شبه منهار احنا بنتكلم على بطاله بتتزايد بشكل دائم استثمار متوقف إمكانات البنية الأساسية واقتصاد واحتياطي نقدي مش موجود نسبة الفقر طبيعي كانت بتتزايد الفقر ده ليه انعكاسات مختلفة على كثير من التفاصيل حال الإصلاح الاقتصادي مصر خدته هو كان قرار صعب لكن كان شجاع وضروري يعني أي حد كان بيختلف حوالين التفاصيل فيه ما كان يرى أنه ضروري لكن كمان ليه أعراض جانبية اللي نجحت فيه مصر إنها عالجت هذه الأعراض الجانبية بدرجة كبيرة من خلال تكافل من من خلال مجموعه من المبادرات انا بسميها استراتيجيه المبادرات الرئاسيه الحقيقه تقفز على البيروقراطيه الفيروس دي كان مشكله خلال 20 30 سنه ناس بتتزايد وارقام غامضه مجرد ما بدا البرنامج اه الدواء ظهر وكل شيء بس مين يستخدم الدواء مصر حققت في هذا النتيجه ودي مبادره كانت مهمه اتبنى عليها 100 مليون صحه بعد كده الحقوق يعني زي ما انت بتقول كده فكره الانعكاسات الانعكاسات بتتحول على الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه بمعنى انه توفير الحد الادنى من الحياه إيه حياة كريمة مثلا النهاردة بتتكلم على إعادة صياغة الريف بالشكل اللي يخليه مش فكرة علاج الفقر هو علاج أسباب الفقر عشان القرى والريف اللي هو محرومة ومعزولة على مدى سنوات تدخل في سياق التنمية وتبقى مرتبطة لأنه كان في جزء من التنمية اللي حاصل في القاهرة في المشروعات القومية الناس بتسأل طب ده هيعود عليها بإيه بالتأكيد الطريق ده او الكهرباء او غيره هيفتح باب الاستثمارات او يقدر المستثمر الاجنبي اللي كان بيجي بيشوف انه الحركه في القاهره ممكن تبقى 4 كيلو في الساعه زي ما كان متوقع 2020 النهارده بيتحرك في ساعه خلال القاهره نفس الشيء بالنسبه للسياحه نفس ده بينعكس عليه بينعكس على فرص عمل بينعكس على استثمارات بينعكس على تفاصيل كثيره ال 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 الاحساس الحقيقي يعني مثلا على سبيل المثال ما يحدث في الصحه المبادرات دي مهمة جدا لانها بترتبط بحياة المب... الانسان بشكل مباشر، ربما مصر لديها خطط اكثر، ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بربط بين تقرير التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لانه الاثنين مرتبطين بدرجة ما او بيعكسوا نفس الشيء، انه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مهمة، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بان أنا لازم يبقى عندي عدد من المدارس، مصر توقفت على مدى سنوات في انها المدارس تكون على نفس نسبة النمو في عدد التلاميذ. مدارس جامعات يعني ده كله بيدي انطباع انا بقول ليه بنقارن احنا في جائحه كورونا الحقيقه في دول كتيرة انظمتها الطبيه برغم انها دول متقدمه تهزت بريطانيا في ايطاليا في فرنسا في المانيا حتى التاثيرات الاقتصاديه فيما يتعلق بالتضخم ارتفاع الاسعار اختفاء سلع عدم القدره على انه يبقى في زراعه او غيره يمكن مصر عملت نموذج متوازن لا إغلاق تام ولا فتح تام مع إجراءات احترازية مع بروتوكولات علاج أعتقد أنها نجحت إحنا مش بنقول أنه ما فيش لكن إحنا الإصابات عندنا حتى لو كان مع الخطأ والصواب في الأرقام مستحيل بنكتشف مستحيل مستحيل نكتشف أنه آه في الدرجات المتوسطة معنى أنه آه بيحصل ولأسباب كثيرة لكن لو كان الوضع ما فيش 200 مليار تم تخصيصهم 200 مليار كنت هخصصهم ازاي لولا ان في اصلاح اقتصادي يخلي في بنيه اقتصاديه. احنا بنتكلم على تقرير التنميه البشريه هو ان الدوله بتقدم الارقام الكافيه بشفافيه وبافصاح لانه الامم المتحده طرف في الموضوع وبالتالي ما ينفعش تكذب وما ينفعش ان انت تقدم ارقام مش مظبوطه لان المستثمر اللي بيقرا الارقام دي النهارده اصبحت المعلومات متاحه على شبكات الانترنت وعلى المنظمات الدوليه وعلى حد مهتم بيا المنظمات الدوليه بتعمل لك تقييم طول الوقت الاقتصاد احنا كنا فين وبقينا فين ده كلام مهم ما وصلناش احنا ممكن ما نبقاش احسن حاجه لكن احنا ماشيين في الطريق وفي ادراك بالمشكلات يعني الحقيقه انه في في استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الحقيقه الرئيس ان يعني اشار لنقاط مثلا في متعلق بالصحه فيما يتعلق بانه الدوله محتاجه تعمل جهد اكتر او الجهات المختصه بالصحه تعمل جهد اكتر انه ما ينتظرش المواطن ان الرئيس يتدخل عشان يعالج بنت في حادثه او كده ده نقطه مهمه برضو من المهم ان انت تنتبه فيها فادراكنا للمشكله ويمكن احنا الاصلاح الاقتصادي كان جزء منه بناء على تشخيص للوضع اذا 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 اي دوله او اي بلد اخفت ارقام او غيرت منها زي واحد مريض وعاوز ما يروحش للدكتور يكشف دايماً عشان دايما بنقول هو ان بدايه إن انه مريض لكن الحقيقه هو الدكتور بيقول له انه مريض دايما يا فندم بدايه حل المشكله هي معرفه المشكله اهم دي حاجه المعرفه والارقام واحنا ما نقدرش ندير ما لا نستطيع قياسه اكيد طيب بما ان احنا بنتكلم عن المعرفه الحقيقه كانت التقرير مهتم بثلاث محاور رئيسيه هو مستوى معيشه المواطن واستدامه الصحه والمعرفه ما قالش التعليم قال المعرفه في فرق كبير جدا بين المعرفه والتعليم عايز اسال حضرتك عن نهج الدوله المصريه انها تتوجه للابتكار والابداع وانها تخرج كوادر وتخرج طلبه فعلا عندها وعي ومتعلمه بالفعل مش بس حافظه هو المعرفة بتشمل التعليم والثقافة الثقافة بمفهومها الواسع السينما الفنون فن التشكيلي الدراما الكتاب كمان بنوك المعلومات يعني انا اعتقد انه جزء مهم قوي من تطوير التعليم كان بنك المعرفه اللي هو موجود اللي بيفتح على كتير من اللينكات ومن المؤسسات اللي بتقدم وثائقيات او معلومات او غيره بالاضافه الى اتاحه الكتاب النهارده للطلبه وللتلاميذ لانه احنا بنتكلم على زمان طول الوقت كان بيقول انه المكتبه في المدرسه او المكتبه في المدن فكره المكتبات دي برضو مهمه فكره دعم الثقافه ودعم السينما ودعم الفنون بشكل عام إن هي دي المعرفه الحقيقيه والحقيقه برضو انه التاكيد على فكره ربط الزياده السكانيه يعني يمكن ودي نقطه مهمه ودي من النقاط الحقيقه السلبيه في التقرير يعني اللي هي بينبهنا ليها واللي احنا منتبهين برضو ليها انه نسبه الارتفاع في السكان متجاوزه يمكن الرقم العالمي بدرجه في نفس الوقت احنا بنتكلم على انه مصر خلال مثلا عشر سنوات زادت بمعدل 25 مليون تقريبا وده رقم كبير بمعدلات النمو حتى لو 20 مليون حتى لو غيره اعتقد انه لو لو استطعنا نخفض ده جزء منه الزياده السكانيه التعامل معها ممكن ده كان نقاش برده في استراتيجيه حقوق الانسان انه هنعمل بالقانون ولا هنعمل بالدعايه ولا هنعمل بالاختيار والاجبار لازم يبقى في خلط لانه الاجبار في مثل هذه الحاجات قد يؤدي الى مشكلات، في دول اتخذت اجراءات حاسمه صحيح. زي الصين بانه يبقى فيه طفل واحد لمده سنوات ثم ارتفع طفلين ثم مؤخرا بقوا الحد الاقصى ثلاثه ونجحت في ده لانه لو سابت ده ما هتقدر تعيش، النهارده الصين نجحت انها تعمل معدل نمو وتغزو العالم فيما يتعلق في التجاره في الصناعه في غيره فانا بتكلم على انه ده محتاج بالتاكيد حملات ودعايه مهمه فيما يتعلق بانه يعرف انه القوه مش بالعدد وانه كمان ان زي ما انت بتتكلمي على المعرفه ان ما يبقى في طفلين او ثلاثه واقدر اعلمهم كويس هيتخرجوا كويس لكن هيقدر يقدر يلاقي شغل هيقدر يلاقي انعكاس لمعدل النمو اللي حاصل يعني التقرير بيقول انه فيه نسبه نمو معقوله جدا في ظل كورونا مصر من الدول لكن ممكن هو حد يقول طب انا النتيجه ايه النتيجه ايه الاصلاح الاقتصادي نجح في انه يعمل نسبه كبيره جدا واحد 1.6 من عشرة او اكثر مليون يعني آه تقريبا عشرين مليون فرد بياخدوا آه تكافل وكرامه مثلا لو ده انا ما قدمتوش بالتاكيد نسبه الفقر هتكون اعلى بطلب تنخفض نسبه الفقر بتتراجع 2 او 3% يعني مش آه مش بالظبط آه الارقام ممكن مظبوط لكن لكن ده ده كلام مهم البطاله ممكن تبقى موجوده لازم اعمل خفض للبطاله لازم اعمل حمايه اجتماعيه بترتبط مثلا بالمعاشات صحيح اصحاب المعاشات تم رفعهم اكتر من مره لكن المعاشات في حاجه حقيقيه احنا بنقول ان الدوله لازم تبقى مدركه ده وهي مدركه ده فعلا في تشخيص حقيقي لو انا ما عنديش الارقام وعندي حتى التقرير في اعتراف بالمشكلات وفي اعتراف بده لان ده برضو نموذج مهم لان انا احقق اهداف التنميه. كان من ضمن المشكلات اللي كانت موجوده في التقرير واللي كان السيد الرئيس اشار ليها اكثر من مره في الزياده السكانيه وفكره ان الزياده سابقه التنميه. لأن مثلا في قطاع التعليم تحديدا المدارس اللي بتتبني مش ملاحقة عدد السكان اللي بيزيد المدرسين المدرس الواحد بيزيد على كاهله عدد أكتر من التلاميذ والرئيس اتكلم في هذه النقطة أكتر من مرة والتقرير وضحها أن الكثافة في المدارس في الفصول أصبحت أزيد بمعدل هو كان في مقارنات دائمة في التقرير ما بين 2009-2010 و2018-2019 في هذه النقطة تحديدا إزاي المواطن المصري حيشعر بالتغيير في جودة التعليم اللي الناس كلها دلوقتي الواحد بيقول أنا زرعي في الدنيا ولادي ازاي هشعر بجوده التعليم وانا هو الكثافه السكانيه هو بتاكل هو الحقيقه برضو يعني خلينا نقول ان موضوع التعليم وموضوع المدارس على مدى سنين حصل تراكمات واهمال شديد في موضوع بناء المدارس اساسا يعني على مدى 30 سنه مصر ما كانش نسبه المدارس اه في مدارس بتتبني بس الحقيقه فضلت المدارس الاساسيه اللي اتبنت في الستينيات واخر السبع أو اوائل السبعينيات استمرت وكانت لها شكل وتم البناء عليها والتوسع وقفل الحواش يعني كانت تفاصيل. الحقيقه اللي بيحصل دلوقتي يمكن بنشعر بيه خطوه بخطوه انه الرئيس عم الفتاح السيسي اتخذ استراتيجيه مختلفه شويه انه بيوسع الجغرافيا احنا عايشين على 5% 7% احنا بنقول ان احنا نبقى على 10% 14% شفنا في العاصمه الاداريه شفنا في انفاق قناه السويس والمدن الجديده المليونيه اللي هي تقدر تمتص لكن المدن دي برضو النقطة اللي أنت بتقولها إنه أنا دلوقتي فعلا ببني مدارس وحياة كريمة فيها ميزة مهمة إعادة صياغة إنه يبقى في مدارس ويبقى في طرق كويسة ويبقى في الريف ما يهاجرش لأنه لما يلاقي شغل ويلاقي قدرة على استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممكن يبقى فيه مشروعات صناعية مش ملوثة للبيئة في الريف لأنه ما ينفعش إن أنا أحط كل الخدمات في 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 العاصمة أو في عواصم المحافظات فطبيعي إنه لازم يبقى فيه معالجه حقيقيه للقضيه السكانيه، المعالجه فيها جزء اعلامي، فيها جزء اقناع، لانه بصراحه احنا حمله مثلا حسنين ومحمدين يمكن الاجيال بتاعتنا احنا اللي استفادت منها. حسنين نين. ومحمدين ومراته عاقله آه وزين قالت لكن كفايه اتنين. اه ودي اتبذل فيها مجهود كبير. مظبوط طبعا. فده وكان فيه اساليب تنظيم الاسره، ادراك المراه لصحة المراه، فكره انها تخلف أكتر من ثلاثه او كده، وقيصريات وحاجات من هذا النوع، الادراك ده وإدراك الشخص إن هم لو عنده اثنين أو ثلاثة هيعلمه كويس وهيلاقوا فرص عمل وهيلاقوا رعاية صحية وتأمين صحي وغيره هيبدأ الموضوع مختلف، لكن خلينا نقول إن ده في اختلاف اجتماعي، لأن الطبقة الوسطى إلى حد ما فيها درجات كتيرة متوقفة عارف إنه عاوز يعلم ولاده كويس فممكن ده، لكن في فئات أخرى محتاجة إقناع، فيها جزء محتاج تدخل بالقانون، يعني بده وده الاتنين مع بعض هيبقى مهم لأنه في النهاية اذا يمكن الرئيس اشار لنقطه في غايه لما ويقول لازم نوقف ان احنا نقدم آه تموين او غيره لاكثر من عدد فقال طب ما هو ذنبه ايه ومش مسؤول في النهايه ده جزء مهم لكن كمان برضو ما الدوله ذنبها ايه محتاجه الخلط بين القانون وبين الاقناع لكن كلاهما لازم يبقى موجود فكره الزياده السكانيه فكره يعني الفقر لازم ينخفض في مصر ينخفض بايه بنقضي على اسبابه ويمكن احنا بنتكلم على جزء من المبادرات بنتكلم على جزء حصل في كورونا مثلا ان احنا ما كانش عندنا انعكاسات كبيره قوي للازمه يعني السلع الاساسيه لحد ما حدش حس بنقص ممكن بعض الدول الكبيره كان بيبقى السوبر ماركت وبيحجز وبينزل يعني ده كلام مهم ان احنا نقوله مش بنقول ان احنا واصلين لافضل حاجه وان احنا طول الوقت احنا بنبص لبره بره بيحصل التوازن النجاح الحقيقي التوازن بين الحقوق والواجبات التوازن بين انه يبقى فيه حق الدولة موجود في كذا وحق المواطن ليه والحقوق الحقيقة أنا دايماً بربط تقرير التنمية باستراتيجية حقوق الإنسان حقوق الإنسان الحقيقة فيها نقاط مهمة ووعود مهمة تمثل أرضية فيها جزء مثلاً على أهمية الإصلاح الإداري ويبقى إنه المواطن يرضى ويبقى من حقه إنه يرضى عن الخدمة وكمان محاسبة الأجهزة الإدارية وتقليل الأعداد بالشكل اللي يقلل لأنه الفساد من النقاط المهمة اغلاق كل ما يتم التطوير وتقليل العنصر البشري، كل ما الفساد بيتراجع لانه الفساد بياكل نسبة كبيرة جدا، ممكن الأجهزة الرقابية بتشتغل وكل شيء لكن انه اغلاق الثغرات اللي بيدخل منها الفساد ده جزء مهم من التنمية البشرية، انه المجتمع عارف انه الفساد على مدى سنوات كان بيأخذ حق المواطن في التنمية والنمو بيهربوا بره بقى، بيكسب، ما بيدفعش ضرائب، ما يعني يعني الحقيقة انه ناس بتكتشف بتتفاعل لما بتلاقي فيه انجاز حقيقي بيحصل لما انا بتكلم على 700 مليار او اكتر على مدى ثلاث سنوات لحياه كريمه انه الريف يبقى موجود في طرق حقيقيه في مستشفيات حقيقيه في علاج حقيقي وتامين صحي اللي هو التامين الصحي الشامل اللي بيحصل مع انه يبقى بيروح مدرسته او جامعته وما بيروحش مشي لمده او يعبر مناطق صعبه او ما يلاقيش مواصلات عامه كويسه بينما يلاقي في القاهره المترو او القطر الكهرباء او غيره الحياه كريمه بتعمل ده لانه طول الوقت طب انا عاصمه اداريه او انا ما بستفدش بالمترو انا ما بروحش القاهره طب انا مستفيد ايه الاجابه هنا في حياه كريمه اللي بتعتبر اهميه ده والحقيقه انه المهم في التنميه البشريه هو التشخيص والقدره على انه الاجهزه الحكوميه والمحافظات والمحليات تتحرك بنفس سرعه الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا بقى تحديدا يا فندم خليني اسالك الجهاز الإداري عن الاداري محتاج يتحرك بنفس السرعه اكيد بقى فهنا بقى تحديدا عن السرعه وجداول التنفيذ وما الى ذلك، سياده الرئيس صرح امس بانه عايز الجدول الزمني يتضغط من عشر سنوات لثلاث سنوات لتنفيذ حياه كريمه بالقرى والمحافظات المصرية عشان نقدر نعمل ده لازم يكون عندنا مقاومات عايز أسأل حضرتك عن مقاومات الدولة المصرية دلوقتي أنها تقدر تضغط مشروع زي ده في جدول زمني ثلاث سنوات فقط والتجارب خلال السنين اللي فاتت أثبتت أنه ضغط الوقت ربما بيبقى مهم بالذات في الحاجات الضرورية يعني يعني مشروع التأمين الصحي لما تم التخطيط للتأمين التخطيط الصحي الشامل على مدى عشر سنوات لو كانوا قالوا ثلاث سنين أو أربع سنين لأنه عشر سنوات ده معناه إنه محتاج بنية أساسية محتاج يطور مستشفيات ده حصل في مدن القناة نفس الشيء هو الحقيقة حياة كريمة محدد له 3 سنوات الجزء الرئيسي بمعنى إنه, إنه المواطن يحس إن في طريق مظبوط وإنه في مدرسة وإنه في إنترنت متساوي وإنه في كهرباء مستمرة وإنه هو يقدر يعمل لأنه ده ده تنمية حقيقية لأنه الع... ال... 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 المناطق في بحري أو في الوجه الإبلي حرمت على مدى عقود كان يتم ادخال الصرف الصحي والحاجات دي يحطوا مواسير كده في الانتخابات كنوع من الدعايه الانتخابيه ويسحبوها بعد كده ودي على مدى عصور يعني. النهارده احنا بنتكلم على انه المفهوم اللي, بي... اللي هو جوده الحياه، جوده الحياه بمعنى انه المواطن مش مش احنا مش بنقول بقى مرفه و... وكده اللي هي حد الحياه موجود بالنسبه له وانه يعيش مرتاح ويشتغل ويعمل اللي عليه ويقدم الواجبات اللي عليه ويحصل على حقوقه من التنمية من النمو بحسش ان الكهرباء بتقطع عنده او انه ما عندوش صرف صحي او ما انه ما عندوش مياه نظيفة خاصة انه تأخر على مدى سنوات واحنا شفنا الصرف الصحي ده من الحاجات اللي ارتكبت فيها جرائم في العصور لانه كان فيها نسبة فساد عالية جدا فيها شغل الباطن أنفق عليها مليارات المليارات أكثر من دول متقدمة وده كان بالمناسبة في مضابط مجلس الشعب ما كانش بيعمل ده ما بيحصلش دلوقتي ده بيحصل أنه لازم ده يحصل في مراقبة ومتابعة فكرة خفض الوقت مش بس خفض الوقت والحرص على الجودة في التنفيذ والمقارنة بيننا وبين الدول الأخرى وإن إحنا من حقنا إن إحنا نعيش الشعب المصري طول الوقت بنقول يستحق أفضل من ذلك في إمكانات في ثروته ثروته البشريه استنمية بشريه لو انا ما قدرتش اقدم للبني ادم اللي هو اللبنه الحقيقيه في البناء تعليم كويس وتفكير كويس ومعرفه كويسه وصحه وهي كويسه مش هيقدر المباني دي كلها دي نقطه لازم ننطلق منها لا هو بيديرها النهارده العاصمه الاداريه دي كلها احنا عندنا تقرير اتقال فيه الحاجات اللي تم انجازها واتقال في نقاط القصور اللي موجوده اللي محتاجين اللي احنا ورثنها الصراحه من سنين وسنين ومحتاجين نشتغل عليها وبدون الارقام وبدون المعرفه الرقميه مش هنقدر ننطلق عشان نطور ونحسن فاحنا عندنا النهارده حاجه رفضت نقدر نرجع واحد واضح والارقام بزبط. موجوده والقدره بزبط. على ده اللي هننطلق منه والدوله هتنطلق منه ان شاء الله آه، استاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس مجلس اداره وتحرير اليوم السابع انا بشكر حضرتك ضيف عزيز جي. دايما علينا شكرا, شكرا جزيلا على وجودك كده حضرات الساده المشاهدين نكون خلصنا حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر شرفتونا ونورتونا بكره ان شاء الله يا جماعه حلقه جديده ان شاء الله بكره حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر